أصدقائي المشاهدين متتبع الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى رحلة استهلال المشوار من أجل الدفاع عن لقب غالي جدا، لقب دوري أبطال أفريقيا 2011 في نسخة سابقة تألق فيها الترجي الرياضي التونسي وحقق بخلال الهدف الغالي للبلاك ستارز أفول هاريسون هدف تاريخي انتظره معشر الترجيين قرابة 17 سنة. إذا تلك الأيام نداولها بين الناس، انتهت نسخة 2011 ويبدأ الصراع من أجل لقب جديد. الترجي رسميا يضع اليوم لقبه في الميزان من أجل الصراع على لقب ومن أجل الحوار في 90 دقيقة أولى الليلة في ملعب جيت واي في ستاد إيجي بو أودي في ملاقاة سانشاين ستارز الفريق النيجيري. إذا تنطلق المباراة في لحظات تشكيلة المباراة في لقاء يدير الحكم الجامبي بكري قسم الترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية، على اليمين سامح الدربالي، على اليسار خليل شمام، وسط الدفاع بن منصور والهيشري، وسط الميدان المولي التراوي، اللاعب العواضي على اليمين يلعب فول، على اليسار يوسف المساكني، وراس الحربة الديناميت الكاميروني جوزيف يانيك نيانك. بالنسبة لتشكيلة فريق السانشاين، كتيبة ستارز من نيجيريا في حراسة المرمى موزيس أوتشيجي، رقم 2 تامن، رقم 3 هالي هالي، رقم 4 جيمس موزيس، رقم 17 إيديان، رقم 11 أجان إبراهيم، رقم 18 أوفام إينا، رقم 19 بوبو أزوكا هذا الهداف لهذا الفريق النيجيري، رقم 9 دايو جو، رقم 14 جودفروي، 21 و26 اللاعب أوتزاوي ألبا. إذا تنطلق المباراة واللمسة الأولى من المساكني، مباراة مهمة جدا في ظل أروقة المجموعة. الحوار الغير مباشر ينطلق بين زوز الأندية التونسية الترجي والنجم لتصدر المجموعة في ظل التوفق والتفوق الساحلي للنجم الذي الساحلي البارح في مدينة شلف على فريق أولمبي شلف 1-0 هدف أيمن بالعيد، 3 نقاط صدارة للنجم الساحلي ممثل الكرة التونسية في هذه المجموعة. الفريق الجزائري بدون نقاط بعد وقاب خسارة أولى، وفريق الترجي يخوض غمار الماتش الأول في أرض نيجيريا ضد الفريق النيجيري سانشاين ستارز، فريق حقق بطولة الدرجة الثانية دي 2 عام 2007، العام الماضي 2011 نال لقب وصافة البريمير ليج في نيجيريا، وهذا الموسم يشترك لأول مرة في الكاف شامبيونز ليج بعدما كان أمن حضور القاري الموسم الماضي في الكونفدريشن ووصل للسيمي فاينل في بطولة خرج فيها من النادي الإفريقي فريق آخر من تونس. ترجع الكرة والمباراة مهمة جدا، النقاط الأولى مهمة جدا، الحوارات الأولى في الشامبيونز ليج، اللقاء بصافرة بكاري قاسم الجامبي. نلتقي في لقاء الرقم 79 للترجي الرياضي التونسي بتاريخه بالشامبيونز ليج. تمشي الكرة رقم 3 هالي هالي، يرجع وسط الميدان للقميص رقم 4 جيمس موزيس. الترجي الرياضي التونسي في جس نمط في الانطلاق، الفريق النيجيري عنده اللمسة الأولى، لابد من التركيز من اللحظة الأولى. والفريق التونسي بخبرته وتجربته القارية وتقاليده مع المام أفريكا يدرك جيدا أهمية المباراة الأولى، اللقاء المفتاح في دوري المجموعة للتاريخ. هذه المشاركة رقم 11 للترجي في الشامبيونز ليج، ريكور في افريقيا. نرجع في كرة للترجي الرياضي التونسي عن طريق الهيشري، ان شاء الله ما تقلقناش الصورة في هذه القرية كما وصفها زميلنا نافع بن عاشور مراسلنا مباشرة من نيجيريا. الكرة الأولى للترجي الرياضي، مهم جدا، فرصة والهدف الأول يضيع، ابداء الضرب في المليان من الأول على بكري الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي يهدد المرمى النيجيري، إذا روبلوت الترجي الرياضي التونسي يعاود يقول للمام أفريكا أنا جاي أنا قادم من جديد، بريسينج وضغط من الغاني، كرة تضرب في هاريسون أفول. ممكن نقطة قوة الترجي الرياضي التونسي إداريا في هذا الموسم أعتبرها هو الفترة الأخيرة التي توفق فيها فريق الترجي إداريا من خلال رئيس النادي السيد حمدي المدب وأيضا رئيس الفرع رياض بن نور في مجهودات كبيرة. أكبر ريكروتمونات عملتها الإسبيرانس السنة هي المحافظة على الثنائي يعني كنيانج ويوسف المساكني مع اللاعب هاريسون أفول، لاعب مهم جدا من ناحية التكتيكية لفريق العاصمة تونس، وأيضا الانتدابات اللي تمت من خلال اللاعب التشادي فرنسي عنده الباسبور في تولوز بوغيل، أو اللاعب الثاني أيضا البلايلي
اللاعب الجزائري القادم الحمراء وهران. اذا كرة هو مخالفة على يسار الحارس موزس اوتشيجي والبونتو باش يجي باش يجي يا موزس. الكرة عن طريق شمام نلعبوا فيها 4 دقائق لعب من الشوط الاول. اول فرصة للتراجر التونسي. الكرة الثانية في الشباك تمشي الكرة عن طريق شمام. شمام والراسية ترجع من دفاعات فريق السانشاين ستارز. الترجي بادي مليح حذاري من المرتدات حذاري من المفاجآت. إذا تحكي بلغة التاريخ ترجينا أفضل إذا تحكي بلغة المواهب والمفردات والفرديات ترجينا أحسن. ولكن لكل مباراة حقيقة حقيقة الميدان خاصة إذا علمنا أنه الفرق النيجيرية صعبة الميراث في ملعبها. تكفي المعلومة أن الأندية التونسية انتصرت فقط الموسم الماضي لأول مرة في الأرض النيجيرية عن طريق الإفريقي لما فاز على كادونا 1-0 في دوري مجموعات الكونفدريشن. ولكن في تاريخ الأبطال ولا فريق تونسي مرة من أراضي نيجيريا. طبعا عندها تقاليد كرة السوبر جرين جالز 21 سنة كاسياس الكرة التونسية أصغر حارس يتوج بالشامبيونز ليج في تاريخ الكاف 20 سنة تاريخ التتويج لبن شريفية. ينطلق الترجي شاد الكرة مليحة فول وكرة لخطأ أو لتماس رمية جانبية. نبيل معلول صاحب الثلاثية الخالدة يعود لاستئناف النشاط بعد فترة كانت صعبة من ميشيل دوكاستيل المدرب السويسري اللي تم اقالته في اعقاب سلسلة نتائج سلبية. يعني كنيانج ناخذ باينة من الأول يمشي يانيك يحط كرة لفول. يعني كنيانج على فكرة مازال ما سجلش ولا هدف خارج القواعد. 5 أهداف في مشواره مع الترجي إفريقيا الخماسية سجلها بين المنزا ورادس. نحب بونتو لبرا يانيك تمشي الكرة لنيانج. نيانج يحجم على الكرة ممتاز يانيك. يانيك نيانج البداية ممتازة للترجي يوسف المساكني يعمل مراوغة والكرة السهلة تمشي الحارس. كي تشوف الدقائق الأولى تحس الترجي يلعب بريسينج ضغط الفوق. الترجي يلعب في توجه هجومي من المستر معلول 4-3-3 وبالتالي نتمنى أن نتوفق ونحط الكرة في الشباك في مجموعة أراها صدارة بين الترجي والنجم في ظل التفوق ممكن للفريقين التوانسة في هذا المشوار. ترجع الكرة مرة أخرى وسط الميدان كرة من الدربالي رجع للترجي نغمة لعبه الاعتيادي ورجعت للترجي روح الانتصارات وروح البطولات. صحيح دوكاستيل حقق 13 فوز على التوالي رقم قياسي ولكن تحس الفريق مغير عام مغير روح. الآن رجعت مع نبيل معلول الفريق يلعب كورته اللي اعتدناها في الموسم الماضي. ترجع الكرة للترجي التونسي كرة قصيرة وسط الميدان يمشي المساكني ممتازة جدا الباس كرة من يانيك نيانج والكرة ترجع للترجي والبونتو إن شاء الله بدأ يسخن. التوزيع يانيك نيانج يانيك نيانج حتى له لا كرة ممتازة من يانيك ويتصدى موزس أوتشيجي. كرة تمشي طويلة الترجي التونسي وجينات وتقاليد المشاركات القارية. هذا الحضور رقم 22 في تاريخ الكاف كومبيتيشن لأولاد باب سويقة هو رقم 17 في كاس الابطال. يمشي يانيك نيانج الغول الكاميروني يحط كره على اليسار يمشي الكابيتان والشمام. شمام كره وسط الميدان طبعا العشب الاصطناعي الجيل الرابع في ملعب ايجي بو اودي. كره ترجع للترجي الرياضي بخطا ضد العواضي المغادرين مقارنه مع الموسم الماضي خاصه بيكاسو دراجي هو خالد القربي. بينما المنتدبين واللي عندهم ممكن الجرينتا نتاع الفوز بالشامبيونز ليج هو التواجد المونديالي هناك اياب المساكني وخاصه كريم العواضي. ترجع الكره في الاوت الترجي الرياضي ازاح فريق بريكامال جامبي 1-1 في بانجول 3-1 في تونس ثم اكتسح الديناموس من زيمبابوي 6 بلاش في رادس 1-1 في هراري في ستاد الروفارو. ترجع الكرة للترجي دربالي يمشي سامح الدربالي ممتاز الباس افول افول يحط ساقيه. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق النيجيري السانشاين ستارز. رد بالك يا هيشري كرة تتهي عن طريق إبراهيم عجاني ترجع من دفاعنا كرة في وسط الميدان لمن الأولوية كونترول الفريق النيجيري. الفريق النيجيري اللي ترشح على فريق ريكرياتيفو ليبولو الانغولي كانوا انهزموا 4-1 في لواندا واحتاجوا الى اعجاز في لقاء العوده في ملعبهم لما كسبوا 3-0 وهي نظير الوصول للدور الثاني. دور ثاني ترشحوا فيه على جولي بابا ماكول مالي بهدف هدافهم ازوكا بوبو وكره خطيره حذاري من التوزيع حذاري من الراسيه. رد بالك
رد بالك اخطر كوره اول فرصه للنيجيريين. يمشي هاري صنافول، يمشي القطار باسم فلفول، يتقدم هاريسون، بدل على اليسار يوسف وحده. الان خرج الكوره، خرج كوره ولا اروع، المساكني حطها يوسف، المساكني يرجع بدل الحارس، يبعد الحارس والكوره تخرج تماس. كره تخرج تماس من الجول كيبر موزس اوتشيجي. الترجي الرياضي التونسي خطير جدا في 10 دقائق، وصل 3-4 مرات. الهدف يسخن كما قلت، لكن حذاري من المرتدات والعرضيات نتاع الفريق النيجيري سانشاين ستارز. الفريق النيجيري المصنف رقم 152 عالميا، هو الثالث أندية افريقيا في اخر تصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. المركز الاول افريقيا وعربيا للشهر 13 على التوالي باحتكار للسايور الدم والذهب للترجي الرياضي. قاسا ما يقول العب، والكرة ستعود لفريق السانشاين. سانشاين ستارز يبدو أن هجومه شكله خطير، ولكن دفاعاته شكلها مفتوحة، وإن شاء الله الترجي التونسي يتوفق في هدف. كرة ترجع لخالد المولي في لوك جديد، لخالد المولي بتجربة في الاحتراف في النرويج، هو التجربة السابقة مع فريق الأم في الانطلاق الإفريقي. بينما هنا كرة تعود من الظهير الأيمن سامح الدربالي. الترجي الرياضي أقدمه في أرقام وأقدمه في سنوات، 94 بطل أفريقيا، 2011 شامبيونز ليج، عام 99، 2000، 2010 كان في فينال البطولة، و2001، 2003، 2004 وصل للمربع الذهبي الكاريداس لبطولة الأمجد في أفريقيا، الكأس الغالية كأس الأبطال. إذا له من التجارب الشيء الكثير. قلت اليوم مباراته رقم 79 في الشامبيونز ليج، وهو في هذه الحسابات رقم 2 في القارة السمراء، يفوق فقط النادي الأهلي. أيضا على مستوى عدد الانتصارات في الشامبيونز ليج، ترجي 33 ربح، يسبق فقط النادي الأهلي الشياطين الحمر القاهريين ب 37 انتصار. وعلى المستوى الهجومي أيضا الترجي يقترب من الهدف المئوي في الشامبيونز ليج، مسجلين لحد الآن 98 بونتو. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي. نعم رجال كتبت تاريخ جماعية عريقة اسمها الترجي الرياضي التونسي. كرة ترجع من معز بن شريفية. كارل ماركس، ليس إنجلس، لا كارل ماركس، اللاعب التشادي لفريق المغربي، فريق المغربي دفاع الحسن الجديدي. قد يكون الانتداب القادم للترجي. وهنا الكرة القادمة، فول يا معلم، عداه باسيه، وزع الكرة مليح عادي يا هاريسون. كرة ترجع مرة أخرى للترجي الرياضي. الدربالي لونجاجمون، الروح موجودة. وهنا الحقيقة الأفضلية نتاع الترجي الرياضي لفريق يلعب على الانتصار مهما تكون الملاعب ومهما تكون الدول المنافسة. الترجي الرياضي التونسي انتصر تاريخيا في 18 دولة أفريقية، 18 دولة رفعت العلم الأبيض اعترافا واستسلاما للكبير العاصمي الترجي الرياضي التونسي. 18 دولة فاز 27 فوز، وأكثر بلد مر به الترجي بالنقاط الثلاث هو مالي، 3 مرات يربح الترجي في مالي، والمناسبات الثلاث كانت على نفس الفريق نفس المنافس لو ستاد ماليان. الكرة للترجي الرياضي 4-3-3. كالعادة معلول ما يخافش يقرا المنافس رغم قلة المعلومات على الفريق النيجيري اللي يشارك ثاني مرة فقط في تاريخه بالكاف بعد كأس الكاف العام الماضي، أول سيزون في الشامبيونز ليج. ثم فريق حاليا يحتل المركز العاشر في الدوري النيجيري. تمشي كرة من المساكني، 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 يشد كرة أكثر من اللازم، حاول يدخل من العمق من لاكس، كان ممكن يلعب كرة على الرواق. ترجع الكرة في الرواق عن طريق العواضي، العواضي لياني كنيانج، يعني كنيانج ما شاء الله عليه بدنيا، يوزع كرة خطيرة جدا على الفريق النيجيري. الترجي يلزم يستثمر فترة الصعوبات للسانشاين ويسجل الهدف الأول اللي يريح بيه ويرتاح. أزوكا أو يعيط على أزوكا، ونحن ناديو على اللاعب يعني كنيانج ولا يجري. هذا يجري بالراس من ركنية، 1-0 في مرمى السانشاين ستارس النيجيري. فريق قلت ما عندوش تقاليد كبيرة، لكن يبقى من مدرسة عريقة اسمها نيجيريا. يمشي كرة من شمام، حط الهوفر للكروس، يمشي شمام بالراس، كرة على العارضة، كرة على العارضة، مش ممكن. كرة ترجع على خطة ضد الترجي الرياضي. الكرات الأولى للترجي الرياضي، 13 دقيقة. نعرف الكل نحس أن الماتش نسبيا في دينا، وأنه الكرة في ساقينا، وأنه الماتش سهل، لكن ديما
في 0-0 ما سجلش ديما تخاف. هذه الراسية، هذه الراسية شكون ضرب الكرة بالراس؟ أظن سامح الدربالي، ما تقوليش المساكني، ما تقوليش المساكني. ليو يوسف المساكني الكبرى للترجي الرياضي. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق الترجي عن طريق الهيشري. حطر لونس صحيحة يا وليد الهيشري، وممتاز الترجي الرياضي، ياكل الجو، ياكل وسط الميدان، ويعطي اسماس لكل افريقيا. انا راجع في اسم الترجي الرياضي، فريق متمرس وعندي خبرة المواعيد الكبرى. ترجع للدم والذهب عن طريق المنتصف، يمشي المولي خالد المولي، جاري الكرة ما تقفش حتى البونتو الاول، يمشي المولي وسط الميدان عن طريق مجدي التراوي. التراوي يعطي باس بعيدة قوية قوية، الكرة تخرج اوت، ضربة مرمى لحارس نيجيريا موزيس اوتشيجي. هذا هو حارس السانشاين ستارز. المدينة هذه مدينة ايجيبو اودي، تعد تقريبا 400 ألف ساكن، وهي تقريبا تبعد 150 كيلو على العاصمة السابقة لاغوس. تعرفوا العاصمة الحالية هي ابوجا. والكرة ترجع بطريقة الخطأ، يستفيد منها الفريق النيجيري. حذاري من هذه الكرة، الهيشري موجود، يمشي الدربالي، سامح الدربالي لفريق الترجي. اخر مباريات فريق السانشاين خسر فيها 3-0 من فريق من الدرجه السفلى ديفيزيونير في كاس نيجيريا الاف كاب، وبالتالي الترجي على الورق يلزم ما يضيعش النقاط الثلاث. الترجي ممكن يحقق انتصار تاريخي، هذا ما نتمناه في الارض النيجيريه، لم يسبق له تحقيقه. ترجع الكره مره اخرى لفريق نيجيريا، كره للسانشاين ستارز. إذا تحب تحكي على الترجي سنحتاج إلى مجلدات في ذكر الأرقام القياسية. الرقم القياسي الإفريقي مسجل باسم النادي الأهلي، 19 ماتش ورا بعضهم من غير هزيمة. الترجي وصل 16 حاليا، يعني قرب للركور، قرب للرقم القياسي الإفريقي في مواصلة سلسلة الحفاظ على نتائج الإيجاب بين الانتصار والتعادل بأسوأ الحالات. ترجع الكرة نيجيرية، ترجع الكرة لفريق السانشاين ستارز. هل بدأ الصراع والمواجهة التونسية التونسية من أجل المركز الأول؟ البارح النجم الساحلي ينتصر في شلف. الترجي يلعب الآن في هذه اللحظات في أرض نيجيريا، هنا بعد رحلة عادية. طبعا تونس، دبي، دبي لاغوس، ولاغوس بالحافلة إلى مدينة إيجيبودي. هذه المدينة على فكرة اليوم ممكن نشبهها بقرية صغيرة في نيجيريا، لكن هي تاريخيا مدينة عريقة جدا. في القرن 16 هذه المدينة كانت عاصمة لشعب يوروبا، وهي قبيلة يوروبا من أكبر القبائل في إفريقيا، تعد تقريبا 30 مليون نسمة، 29 مليون كلهم في نيجيريا، والأقلية موجودة في دول مثل غانا، توغو، والبناء. ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي في انطلاق هذا الهجوم. النتيجة ما زالت متعادلة 0-0. ترجي في ربع ساعة تقريب ضرب كرة على العرض وخلق أربع فرص، يمشي المساكني، يمشي المساكني، دي بوردي على اليسار، على اليسار على هجوم الترجي، وعلى يمين الدفاع النيجيري. ترجي الرياضي التونسي في الاوبننج ماتش للشامبيونز ليج عام 99 3-0 على الساك، عام 2000 4-0 على الساب دوباتي، 2001 0-0 في جنوب افريقيا على ميلودي سان داونز، ثم في 2002 فزنا في مابوتو 1-0 على فريق الكوستا دو سول موزمبيقي، 2003 2-1 على كانو ياواندي، 2004 في جنوب افريقيا فوز اخر خارج الديار في ماتش الافتتاح على سوبر سبورت يونايتد ساوث افريكا 2-1، 2005 في سوسا 0-0 مع النجم الساحلي، 2007 0-0 في المنزا مع ساك ميموزا، 2010 1-0 في استاد النار والانتصار هدف بوعزي على الوفاق الصيفي، والعام الماضي 1-1 مع الشناوة المولودية، وهدف الترجي كان بإمضاء أسامة دراجي. يعني في مشاركاته العشر في الشامبيونز ليج الترجي ربح الماتش الأول نتاعه 6 مرات وتعادل 4 مناسبات. فريق لم يخسر في الماتش الأول في دوري المجموعة، ونتمنى أن يتواصل هذا السيناريو اليوم. الترجي 7 هدافين ب 11 هدف في دوري أبطال أفريقيا في 4 ماتشات، 4 قدام فريق بريكامال جامبي والسبعة في ديناموس هراري. 7 هدافين، المساكني هو هداف البطولة حاليا من الترجي، سجل 3 أهداف، يعني أحسن هداف للترجي التونسي. حذاري من فخ التسلل، حذاري من هذه الكرات النيجيرية. رد بالك الدربالي، يرجع سامح الدربالي، يحط بدنه ويربح ضربة مرمى، ممتاز ممتاز الظهير الأيمن سامح الدربالي. الترجي خذا وقته
من السيطرة ولكن بدون تسييم. هلال المباراة تكثر التوازن في هذه الدقائق، تقريبا 19 دقيقة لعب في الشوط الأول في استاد جيت واي هنا في اي جي بو دي. والنتيجة ما زالت أصفار، 0 سانشاين ستارز 0 الترجي الرياضي التونسي. كرة ستعود في وسط الميدان، ترجع الفريق النيجيري عن طريق هاريسون افول، يعمل كنترول ممتاز من فور مليون مع هاريسون افول، يحل الثغره ممتازه، حط الكره للورو تري، حط ايلي، الهدف الاول، الهدف الاول من الترجي الرياضي التونسي، الهدف الافتتاحي، الهدف الافتتاحي عن طريق يوسف المساكني. مالكش حل يا يوسف، روبولوت يا مساكني، روبولوت الترجي. افريقيا تعترف بقوه الزعيم، افريقيا تقر بقوه الزعيم. 1-0 بهذه الروح، بهذه الجرينتا، سنمر عبر نيجيريا وغير نيجيريا. 1-0 للترجي هذا التونسي. هنا قيمة أفول، هنا الشغل يعملوا أفول، البونتو الكل جابوا أفول، هاريسون أفول يحط الدفاع النيجيري في مازق، يخرجوا من اللعبة الكل بمراوغة، ثم باس يجي المساكني دوزيام بوتو ويقول له موزس اوتشي جي، ماني قلت لك باش نجي. 1 الترجي الرياضي التونسي، لا شيء سانشاين ستارز، حكايه تفوق لحكايه عملاق في القاره السمراء. يتقدم ترجي تونس 1-0 للكتيبه العاصميه عن طريق نجمه الاول يوسف المساكني، الهدف الرابع ليوسف في هذه البطوله. اذا هدف في وقته، هو ممكن مناصر ومشجع وحيد ولكن معبر جدا، يرفع الراية الغالية الحمراء والصفراء. على فكرة الترجي يلعب اليوم بشعار الجديد، وليدها نيو لوك يعني. والترجي الرياضي التونسي لحد الآن يتقدم هنا في نيجيريا 1-0. هذا الهدف رقم 99 للترجي في الشامبيونز ليج من أول حضور في دوري الأبطال عام 99، الهدف المئوي نحبوه اليوم. ومن سيسجل هذا الرقم الأسطوري لدوري الأبطال؟ فريق واحد سجل أكثر من 100 هدف، هو نفسه اللي تعرفوه، الأحمر النادي الأهلي. كرة ستعود على مخالفة، كرة عرضية الفريق النيجيري، اختبار للدفاع الترجي، حذاري رد بالك، وكرة على القائم، وكرة ترجع صعبة جدا للركنية. كرة صعبة جدا كانت من الفريق النيجيري. أخطر كرة الفريق النيجيري في منتصف الشوط الأول، وكرة ترجع من القائم، القائم الأيمن ينوب على الحارس الكبير العملاق، الحارس العملاق ولا خوفتني الريبلاي نحسبها واحدة أخرى، والكرة تخرج مرة أخرى ضربة مرمى. نتنفس السعداء، الحارس معز بن شريفية طبعا البطل، يقولوا أيضا عنده دائما يلزم يكون الحظ، وهذه الكرة كان فيها محظوظ بن شريفية. هو دفاع الترجي التونسي، سانشاين 0 الترجي الرياضي 1، هدف أول في دوري أبطال أفريقيا على دربي مغامرتي 2012. تمشي كرة من الحارس بن شريفية، ترجي يتقدم 1-0. ترجي ممكن في بحر الأسبوع القادم، ممكن 3 انتدابات منتظرة على الأرجح. ظهير أيمن نعرفوه ما نقولوش، وسط ميدان، وأيضا المهاجم كارل ماركس اللي ممكن تقريب 99% باش ينضم إلى كتيبة الترجي الرياضي. الترجي الرياضي أيضا إداريا كيفاش وظف القائمة الإفريقية السبع أسماء عنده، لذلك يعمل كما يحب الآن الترجي في اختياراته للمشوار القاري. ترجع كورة رد بالك بالراس بعيدة، 1-0 الترجي الرياضي، يلزم ما يتهناش إلا بالهدف الثاني. نعرفوا الامبروفيزاسيون في اللعب الإفريقي، اللعب النيجيري. نيجيريا ربحت مرتين فقط كأس أبطال إفريقيا عن طريق فيلهم الأزرق إنيمبا، الأولى 2003 على الإسماعيلي والثانية 2004 على الإتوال. بالنسبة للكرة التونسية 4 ألقاب، 91 الإفريقي، ثم عام 94 الترجي التونسي مع فوز البنزرتي بدون هزيمة، كانت مشاركة تاريخية للترجي. ثم اللقب الثالث الشامبيونز ليج رقم 1 للإتوال 2007 في الماتش التاريخي ضد الأهلي القاهري. والعام الماضي الترجي يصبح أول فريق تونسي يحقق الكأس الأبطال مرتين، مثل مجدي التراوي اللي ربح اللقب مرتين مع ألوان مختلفة. ترجع الكرة عن طريق كوجاك، اللاعب خالد المولي، الحقيقة من الإضافات الكبيرة جدا للترجي الرياضي، لاعب مميز جدا المولي، ربحوا الترجي وقدم البلوس، وكرة
الكرة من يوسف المساكني، كرة أخرى للترجي الرياضي. تحس أنه شوارع في الدفاع النيجيري، ترجي الرياضي بتركيز قادر على التهديف مرة ثانية في هذا الماتش. الترجي الرياضي التونسي إن شاء الله اليوم استثناء مع معلول، أنه ما يتقدمش كالعادة ويخسر الادفانتج والافونتاج كالعادة، لأنه ضد مولودية الجزائر تقدم الدراجي وتعادلت الشناوة المولودية، ثم في ماتش الوداد 2-0 في الشوط الأول عن طريق بوعزي هو الهيشري بالراس ورجعت الواك في الشوط الثاني، ثم في ماتش القارة أيضا ضد الأهلي 1-0 بنانا هو التعادل الأهلي عن طريق تريكا. لذلك نتمنى اليوم أن الترجي يحافظ على نتيجته وسبقيته. الترجي الرياضي التونسي اللي آخر فريق خذ عليه لافونتاج في السكور هو فريق أسباك، الفريق البنيني العام الماضي بنتيجة 2-0 لفريق البنيني، ولكن بعد خمسة الذهاب يعني بعد طريفة لالي والكرة اختيرة ترجع من الدفاع والحكم يرجع على خطأ ضد الترجي الرياضي ما غير ورقة صفر. الحكم قسم بكري ينبه على وليد الهيشري في كرة هو فاول للفريق النيجيري. وصلنا 25 دقيقة لعب في الشوط الأول. الترجي وفي لتقاليده الهجومية مع نبيل معلول خارج القواعد يسجل باستمرار، وهذا الهدف في هذا الموسم رقم 12 حقيقة. نقولها ترجي لو يضبط شوية دفاعه وخاصة في المحور الأكس، الحقيقة رغم اللاعبين يبدو في مجهود ومش مقصرين، لكن تحس كوليبالي هيشري بن منصور الهيشري أنه الهيشري ثابت والدوزيام مش لاقيه لحد الآن. ممكن معلول الآن يعطي ثقة في الشاب بن منصور، ولحد الآن إن شاء الله الأمور جيدة. ترجي قلت في دفاع قوي هذا الموسم قادر على الذهاب بعيدا في هذه المغامرة القارية، ولما لا تكون الترسارة الثالثة في تاريخ أولاد العاصمة. تتسدد كرة ترجع من الدفاع، رجعت كرة مرة أخرى بتسديدة والدفاع للترجي التونسي، كرة طويلة وبعيدة. 1-0 الفريق النيجيري، سيحاول الضغط للتعادل طبيعي جدا طبيعة الأمور وطبيعة النتيجة، والترجي سيستثمر مرتدات مع ممكن نعرفوا الرعونة للاعب الافريقي والدفاع الافريقي ان شاء الله الثاني جي قبل الشوط الاول حتى. يلا ترجع الكره مره اخرى للفريق النيجيري، لكن حذاري من فريق سانشاين ستارز. ترجي الرياضي التونسي السادس مره في الاراضي النيجيريه عام 87، 1-0 هزيمه ضد ابيولا بيبيس، ولكن في الاياب 2-0 ثنائيه معلول المؤديه للنهائي هو الاول في تاريخ الانديه التونسيه في كوس افريقيا ضد غورما هي نيروبي. ثم عام 90 كانت الهزيمه 2-1 ضد اي 1 1 يو ناسيونال، ثم في عام 94 كان التعادل في الماتش التاريخي في مدينة اوري 1-1 هدف طارق ثابت، ثم 2001 تعادل اخر 1-1 ضد جوليوس بيرجر النيجيري، ثم 2004 في السيمي فاينل ضد نيمبا 1-1 في مدينة ابا في يوم الهدف التاريخي الهدف الرائع، تسديدة ممتازة كانت من جوهر المناري. 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 للترجي الرياضي. كرة ستعود للفريق النيجيري، كرة تمشي طويلة الكروس لونج عندك يا هيشري، هذه لعبتك الهيشري، يرجع الكرة لفول، فول حقيقة يقدم في أداء ممتاز اليوم، تبارك الله عليه، يمشي النحلة يدخل في الفول، يمشي هاريسون، هاريسون هاو الثاني، هاو الثاني بعيد على يانيك، يانيك نيانج يبعد عليه، يانيك نيانج كنترول شكون يساند؟ وينو يوسف؟ لا كرة ترجع لمساكني، لمساكني وكرة فيها اوفسايد. تسلل تسلل على الترجي الرياضي التونسي المتقدم في النتيجة، وذكر لكل ما التحق بنا الآن عبر جزيرة الرياضية بلس 9 أن الترجي الرياضي بطل أفريقيا يتقدم الليلة وهنا في هذه الأمسية 1-0 في نيجيريا على السانشاين ستارز. الهدف من أوتوغراف السوبر ستار أغلى لاعب في تاريخ الكرة العربية يوسف لمساكني. كرة من ألباء ترجع كرة، الريتم كالعادة الأندية النيجيرية مش حاجة كبيرة، لكن عندهم كما قلت ما توقعش لعبهم، الأكسليراسيون في آخر 25 متر تقلق للسرعة وللمهارة الفردية للاعبين الأفارقة. كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي، الترجي سير في المباراة، الترجي مع كل أكسليريشن خطير جدا على الدفاع النيجيري، عندنا إمكانية نجيبوا الثاني، وبالتالي أعتقد أن المباراة هذه إن شاء الله يلزم الذعش. هناك فوارق واضحة وبينة في أول نصف ساعة، هذا مدرب الفريق النيجيري
مدرب الفريق النيجيري جبينغا اوغومبوتي اللي حكى وشكر الترجي، قال الفريق عنده تجربه وخبره واحنا سنستفيد، قال من المشاركه العام الماضي في الكاف لما لعبنا انديه الشمال الافريقي كانوا ربحوا شبيبه القبائل بهدف وتعادوا ضد المغرب الفاسي الماس 1-1 وخسروا ضد الافريقي 1-0. كره ممتازه جدا وفرصه والعواضي وفرصه وفول والكره بره من هاريسون، هاريسون فول. هل كانت هناك ضربه جزاء ام لا للعواضي؟ على كل حال الحكم كان قريب، قسما بكري يقول العبوا هاريسون فول، كره برا، ضربه جزاء. ظل الترجي الرياضي في شكل اعتراض معلول، اظن انه الترجي الرياضي كان ممكن يتحاسب على ضربه جزاء. نعاودوا الريبلاي، هاو فام الريبلاي، يمشي اللاعب كريم العواضي، كريم العواضي وهذه الكره واللقطه، قسما كان قريب اللاين مان ما اشر له الشيء، هو الكره 1-0 وضاع فيها الهدف الثاني، لكن ان شاء الله باش يجي الثاني، هدف المياز بنعلق عليه اليوم ان شاء الله. ترجع الكره للترجي الرياضي عن طريق جوزيف يعني كنيانج، يلعب الكره مجدي التراوي، مجدي التراوي جري له، خرج له على اليمين دربالي، لكن يرجع يبني الهجوم عن طريق وليد، كره من الهجري، وليد الهجري والحكم يتدخل، الحكم الجامبي يرجع على خطا لفريق النيجيري، ورقه صفراء ضد مجدي التراوي، يلزم تهدى الامور، تمس شويه بكري قسما لما ممكن بنك الترجي يحتج وطالب ضربة جزاء كأنه تغشش، ويعطي الآن ورقة صفراء للتراوي. ورقات الصفراء والكروت مهمة جدا في هذا المشوار الإفريقي. 1-0 للترجي الرياضي التونسي عن طريق يوسف المساكني. هديوا الأمور، الكرة في دينا، الكرة عنا. ترجي الرياضي يتحكم في المباراة، تبعد يا مجدي. يرجع نبيل يتحدث عن ضربة جزاء راها لكريم العواضي. ترجي الرياضي التونسي أول مشاركة أفريقية في كأس الأبطال 1971، هو أول فريق تونسي على فكرة شارك في الكؤوس الأفريقية، وكان ماتش 20 مارس يوم عيد الاستقلال في 71، 0-0 في المنزة ضد فريق الأهلي بنغازي. وفي لقاء الإياب بعد 8 أيام الترجي فاز في ليبيا 1-0 عن طريق عبد الجبار مشوش، أحد كبار الأسماء في ذاك الجيل، جيل السبعينات طبعا، قدور القبلاوي الله يرحمه، مختار القابسي، المدب، طبعا بدايات التميم، القوبانتيني، طارق في الترجي الرياضي. ترجع كورة لفريق الترجي، إجلاسي أيضا لاعب القادم من السيوتير أولمبي للنقل، الحارس كمال كاري الله يرحمه أيضا، وبالتالي جيل جيل من وراء جيل واسم من بعد اسم واسماء تتلو اسماء، والترجي الرياضي التونسي دائما ثابت في نفس المكان، البول بوزيشن، يصارع في الجبهات الكل محليا اقليميا وقاريا. هذا الفريق الذي كان اول نادي في افريقيا يحقق الجراند سلام، حقق الكاس الابطال، كاس الكؤوس، كاس الكاف، الرباعيه ايضا باعتبار السوبر، والخماسيه الفريده باعتبار الافروزياتيك ضد فريق تاي فارمرز بانك. ترجع الكره للترجي الرياضي، ترجع كره خطيره والدفاع يتدخل الى ركنيه، كره كانت صعبه جدا، وهذه المره احتجاج بين ظفرين نيجيري، احتجاج نيجيريا ونقول اشاره نيجيريه الى امكانيه حصولهم على ضربه جزاء. هنا لعب بالنار، هنا لعب بالنار، كره زاده من المدافع يلزم يركز بالمنصور، وهنا كره ترجع لفريق الترجي الرياضي من الخطة الدفاعية، تمشي الكرة لإمكانية الكونتر اتاك، يوسف المساكني جاري كرة يانيك، يانيك وخطأ، الديناميت يانيك جوزيف نيانغ الكاميروني القادم من بجاية جي اس ام بي العام الماضي، صفقات صارت كبيرة برشا في الكرة التونسية، لأن نحكيو على مليارات في الانتدابات ونوع من الاستثمار الرياضي، خاصة أنا نقول بالنسبة للأندية التونسية اللي تشارك في أفريقيا وخاصة الشامبيونز ليج، لأنه بطولة فيها توفر 1.5 مليون دولار لبطل افريقيا، لكن الضرب الصحيح مش في 1.5 مليون دولار بتاع الشامبيونز ليج، لأنه فريق مثل الترجي حياته كاملة طيارات خاصة والنجم الساحلي يصرفوهم في الطيارات ومكافأة الفوز، لا، من بعد الرهان هو كأس العالم، الرهان الأدبي والمادي الحقيقة، لأنه فريق مثل الترجي الرياضي العام الماضي تقريب 6-7 مليارات الله يبارك ويزيد على مستوى المداخيل في اللقب الافريقي والمشاركة المونديالية، زيد حسبة المساكني، زيد حسابات بعض اللاعبين اللي خرجوا منهم بنانا، تولي حقيقة ما يسمى الماركتينج أو الاستثمار في كرة القدم. هذا ممكن اللي كان
أو ديما ينقص كورتنا. أما حسابات ترجلان يهون لما نسمع هنا أرقام لكارل ماركس أو لأسماء أخرى. بعد باش يلقى الترجي إذا يلقى نتيجة بطولة باش يعوضها مضاعفة ومثلثة. ترجع الكرة مرة أخرى، ثم نوع من الإشعاع للفريق وللكرة التونسية بصفة خاصة. ترجي اللي مدد عقده مع النايك أربع سنوات أخرى. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق النيجيري، الفريق النيجيري عن طريق رقم ثلاثة هالي هالي، والكرة تمشي من هالي، يحط كرة على اليمين، يضرب الكرة بالرأس تمان تمان، والكرة ترجع. انخفض مردود المباراة، فريق النيجيري يهاجم وكرة ترجع ضربة مرمى. كرة ستعود من ضربة مرمى لفريق الترجي التونسي لمعز بن شريفية. ترجي قلت يتحكم في رتم المباراة، بعض الأخطاء الدفاعية، دوزيام بال ياخذها الفريق النيجيري. فريق النيجيري ما نحسش عنده ستايل لعب واضح، هو فريق يعتمد كما قلت ممكن لا أقول الامبروفيزاسيون فقط، بل يعني شبش نقول بالتونسي ولا خلينا يعني كورة تمشي تختف، ترجع مرة أخرى بالرأس في خطا للترجي الرياضي التونسي. فماش لعب الحقيقة، الماتش هذا يلزم ما نضيعوهش، فوارق واضحة جدا. الترجي الرياضي بإمكانه هنا في نيجيريا الانتصار بفارق حتى مريح للأمانة بدون غرور. ترجع الكرة مرة أخرى لياني كنيانج، ياني كنيانج وين ترجي تماس، كرة ترجع من التماس للترجي الرياضي، كرة للترجي الرياضي عن طريق شمام، شمام كريم العواضي، كريم العواضي يرجع بالكرة للمولهي، المولهي كريم، كريم العواضي يرتبك الدفاع النيجيري، كرة ترجع من قدام الحارس إلى مخالفة تسلل على هاريسون أفول، ممكن أحسن لاعب في هذه الفترة الأولى لفريق الترجي التونسي. هاريسون أفول ما نحكيش حتى بخلاف الهدف، لاعب حقيقة رجع الفورمة في هذه الفترة غريبة، يعني في فترة دوكاستيل هاريسون أفول ما يلعبش برشا أسماء، كانت برشا ممكن أجواء مش مريحة مع المدرب السويسري، طريقة لعب مختلفة. المدرب السويسري اللي ممكن أيضا الحقيقة الهزيمة في السوبر الإفريقي ضد المغرب الفاسي فسدت العلاقة أو الود منذ الانطلاق مع الكوتش السويسري. الترجي الرياضي فريق بحجمه ما يسمحش ممكن نفسه أنه يخسر مثل هذه البطولات، خاصة على الأرض ومن جمهوره مع قوة الماس والمغرب الفاسي صحيح، لكن ممكن في ظروف أخرى بنفس المدرب معلول ممكن الترجي كان يحقق الرباعية في ظرف خمسة ستة شهور. ترجع الكرة للفريق النيجيري، سنة دقيقة 37 في الشوط الأول، النتيجة 1-0 للترجي التونسي. حذاري العواضي رد بالك، كرة ترجع مرة أخرى للمولي، المولي كريم العواضي، والكرة ترجع للترجي الرياضي المرتد الكونتر أتاك، يلعب الكرة هاريسون أفول وتمشي الكرة وتتسلل على يانيك، تتسلل على يانيك نيانج. الترجي الرياضي التونسي في توقف المشوار في الدوري التونسي اللي يرجع إن شاء الله بعد شهر رمضان. الترجي في المركز الأول بفارق نقطة لتقدم الترجي على النادي الرياضي البنزرتي. سيابيلي أعطى إثارة، هو موسم استثنائي لفريق قرش الشمال اللي يعطي ممكن نكهه للبطوله في هذا الموسم الباهت الحقيقه والمطول. البطولتنا اللي دخلت كل الارقام القياسيه تتلعب على ثلاثه مراحل، يعني بطوله بسبع رواح، بينما هنا كره خطيره حذاري، وترجع الكره من معز بن شريفيه، حذاري من هذه الكرات، ترجع الكره لفريق الترجي عن طريق معز في الدقيقه 38 في زمن الشوط الاول. الترجي متقدم في نيجيريا على فريق سانشاين كتيبة ستارز 1-0 عن طريق يوسف المساكني في العشرين دقيقة الأولى من زمن المباراة، وهو الهدف الرابع ليوسف في هذا الدوري الإفريقي ورقم 12 للترجي، يعني تقريب سجل ثلث أهداف الترجي في هذا الموسم القاري. يذكر أنه 2010 الترجي لعب الفاينل وكان هدافه مايكل نيرامو، سجل 8 أهداف الدبابة النيجيرية. ثم العام الموالي 2011 هدافه كان يوسف المساكني وسام الدراجي، هو هذه البطولة حاليا يتصدرها يوسف المساكني 21 سنة، لاعب من مواليد منتخب الناشئين منتخب الصغر مع مال كنزاري في 2007 في كوريا الجنوبية. كرة ترجع للترجي الرياضي في الدقيقة 38، حس برشا خبرة برشا كاريزما برشا تقاليد إفريقية في لعب الترجي الرياضي في هذا الشوط الأول، يعرف وقتاش يضغط وقتاش يكبس وقتاش يرخف. والكورة الهدف الثاني لان وقت الكبس، يمشي هاريسون أفول
هاري الصنافول وزع الكرة، يعني كنياك باش يدور حط كرة يانيك، يعني كنياك والهدف الثاني لا خسارة، فرصة قتل المباراة. الهدف الثاني اللي شفناه اللي تمنيناه اللي حكينا عليه واللي ريناه. ترجع الكرة للترجي المولي، المولي فارق واضح، فارق واضح. الضرب الكرة على اليمين من جهة هاري الصنافول، على يسار الدفاع نيجيري من هالي هالي. ترجي اللعبة مايلة على الرواق الأيمن لهجوم الترجي من جهة هاري الصنافول. وجدي بوعزي يغيب اليوم للإنذار الثاني، هو الحلول المتوفرة لفريق الترجي الحقيقة. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق النيجيري 40 دقيقة. فريق النيجيري باستثناء كرة ما وصلش، لكن حذاري الكرة أهداف. ترجي يلزم يقتل مباراة، هذا ممكن من نقاط السلبية اللي ترافق الترجي في المشوار الأفريقي. برشا مباريات خارج ديار يسيطر عليها، يجي الكاو من ماركيوش يتماركا فينا، لذلك لازم نسجل الثاني. يوني كنيانغ أوف سايد، تسلل الوضع، تسلل موجود على الكامروني. الدبابة الجديدة، الدبابة الجديدة ممكن الرامو تي 52، هذا تبركلا تي 72، أقوى دبابة في العالم اللي هي السوفيتية سابقا الروسية حاليا. يرجع بالكرة رقم ثلاثة، يمشي هالي هالي. ترجع الكرة للفريق النيجيري. ترجي متقدم في دقيقة 40 من ارتاح وكان بالثاني. ترجع الكرة بالراس، اخرج معز، اخرج بن شريفية، لا خوف على بن شريفية. ترجع الكرة لمعز، طبعا أسطورة حراس تتواصل من العروسي لمختار القابسي لكمال كريا للناصر شوشان إلى طبعا الشكر الواعر. وكرة ترجع للفريق التونسي، طبعا شيخ ساك اللي عدى موسم أو اثنين مع الترجي، ماتسيما اللي كان في السبعينات، وخاصة جون جاك تيزيي اللي هو مدرب الحراس حاليا واللي ساهم في برشا انتصارات الحارس الإيفواري القادم من أفريكا سبور للترجي التونسي. كرة تتهيأ لفريق نيجيريا، تمشي كرة طويلة، كرة ممكن باش نشوفوها الليلة أيضا في ماتش مازيمبي بالآلي، باش يكون ماتش كبير في استاد القاهرة. تتضح الصورة أكثر بانتهاء مراسم الجولة الأولى. الكبار يكشرون على الأنياب، وتشيلسي يؤكد طموح الغانيين في إحداث أكبر المفاجآت في دوري أبطال 2012. قلت أنه ممكن تشيلسي نشوفه خطير جدا على الأندية العربية في هذه البطولة. الجولة الثانية ستأتي لنا بطبق القمة الأهلي الزمالك، وستقودنا الجولة الثالثة إلى الكلاسيكو التونسي ترجي الإتوال المكشخة والحمراء. ترجع الكرة عن طريق المولي، المولي خالد، خالد المولي في خطأ لفريق الترجي. تقريب 42 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 ترجي يتقدم في نيجيريا. المدرب ما يلقاش حلول، هو نبيل معلول صاحب الثلاثية الخالدة يؤكد مرة أخرى أنه كابن نادي وعارف بأجواء الفريق ويعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيا وذهنيا، رجع لهم الشارم بتاع اللعب، رجع لهم القوم بتاع المباريات، وهذا ممكن أيضا يعتبر انتداب من حمدي المدب في هذا الموسم الإفريقي. ترجع الكرة للترجي الرياضي، تمشي كرة عن طريق المولي، خلص يا العواضي، يضرب، يضرب كرة مليح، يضرب كرة في المليان، تضرب الكرة السهلة، تمشي عن طريق الحارس. اليوم نحبوا الكرة الحية باش ما نقولش الرصاص الحي بين ظفرين في مرمى الفريق النيجيري. ترجع الكرة بالراس لفريق الترجي يعني كنيانغ. أنا نقول لك الترجي متقدم 1-0، ومع هذا الـ 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 الكم الهائل من الفرص والفوليوم دو جو والمساكني يعني يلعب واقف، يوسف يلعب مرتاح، يعني لو المساكني يلعب في التوب نتاعو الفريق النيجيري يعلم به كان ربي. ترجع الكرة للفريق النيجيري واحدة أخرى، تأكد الفوارق وكرة أخرى تفرق الفريقين الحقيقة. هذه حكاية إمكانيات فريق سانشاين ستارز، ثاني مشاركة إفريقية. ترجي رياضي 22 مشاركة قارية. هذه الكرة الأخيرة من أزوكا، فريق الترجي الرياضي التونسي اللي الديمارش اللي عمله من 2008 في نسق تصاعدي، اختار يلعب كأس شمال إفريقيا، هز كأس شمال إفريقيا على فريق بجاي الجزائري 2-1، بوعزي وكونان، ثم كان دوري أبطال العرب واللي بها الترجي خذ الثقة في إمكانياته واكتسب التجربة للمشاركة القارية لما حقق اللقب على الواك. لكن قبل ذلك أزاح عندي خشينة الوفاق الصيفي، الإسماعيلي، الأهلي، تريبولي، ثم كان دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأولى، وسكراتي كوكو منعت ممكن الترجي من انتصار في 2010
والترجي أيضا ذر نفسه في بعض التفاصيل ما نرجعولهاش في نهاية مازمبي في لومبومباتشي. ثم 2011 الفريق من الفذة تألق أو قفز للذهب، وضعه الطبيعي ومداره الاعتيادي من عام 19. كرة ترجع لفريق النيجيري، سامح الدربالي يكسب خطأ. كما قلت البارح واضح أنه المجموعة سايرة لتنافس تونسي من أجل الصدارة، ممكن فريقين من تونس في السيمي فاينل. سيحدث هذا السيناريو مثل ما كان في نسخة 2004 والفريقين الاثنين لما تأهلوا الترجي والنجم. قل لي من الجولة الأولى مازالوا 5 مباريات. نكونوا منطقيين واقعيين، الواقع تقول فريق شلف يعطيه الصحة اللي دخل دوري المجموعة في حد ذاته إنجاز. خبرة النجم والترجي يظهر لي واضحة جدا، والفريق النيجيري للأمانة فريق متواضع جدا، متواضع جدا وبكرم حاتمي أو كرم حاتم الطائي، بكرم الطائي اللي نقول متواضع جدا. فريق بلغة الكورة في تونس يقول لك ما يلعبناش، ترجع الكورة عن طريق المولي، المولي يمشي بالكورة هاريسون أفول، واحدة أخرى هاريسون وترتاح، يمشي هاريسون أفول يحط الكورة عن طريق الدربالي، دربالي وبالراس وكورة ليانيك كنيانك، ترجع من هاريسون، هاريسون أفول باش يتعداه، باش يتعداها أفول، باش يعمل اللي يحب هاريسون، هاريسون كورة من خالد المولي، سيئة جدا التمريرة نتاع خالد، لكن المولي مرة أخرى يقطع كورة، المولي مقاتل للترجي الرياضي، يستعيد الكورة الهيشري، رد بالك هو الهيشري يحط الكرة لبن شريفية اللي بمبدأ السلامة يلعب كرة في التماس. 45 دقيقة انتهت تفاصيل الفترة الأولى، والترجي يتقدم 1-0. وإيمانويل، هذا أكيد مش إيمانويل لامونيكي، دقيقتين وقت بديل، دقيقتين وقت بدل ضايع، يدخل إيمانويل. أيضا يظهر لي قلة خبرة متاع مدرب أمانة، شوفوا الكابتن بن شيخة هو اللاعب الدولي والمدرب المميز قيس اليعقوبي. كيفاش يراو التغيير هذا؟ هو تغيير في دقيقة 46، اش لازمته؟ كان ممكن يستنى في حجرة الملابس. هاو بشكل الثاني يمشي، يمشي يانيك نيانج، يمشي 3 على 2، لازم تجي في الشبكة يانيك، يانيك يحط الكرة لهاريسون، هاريسون حلوة برشا، ملا تحذير وملا ضرب، اضرب يا الكامروني، سجل يا الكامروني، إيلي الهدف الثاني من لابومبا، يانيك جوزيف نيانج، كرة متاع معلمية. كرة كبيرية، كرة صناعية، كرة ترجية، 2-0 في الشباك النيجيرية، هذه باللغة يقولوا جولاثو، وحده تحداهم والترجي يتحدى الجميع، 2-0، هدف تاريخي، الهدف رقم 100، الهدف رقم 100 في تاريخ دوري الأبطال للترجي الرياضي التونسي، هنا هاريسون، وهنا القوة متاع ليو، وهنا يانيك نيانج، اللي سجل أول هدف، راهو كلامي ما يمشيش في الفراغ. لما نقول لك 5 بونتو في تونس يلزم تنورنا لبرا، هاو يعني كنيانج وصلته الرساله، وصل له الميساج ويحط كوره في الشباك النيجيريه للهدف الثاني، لترفع الرايات، ليعلن باللسان، لتعلو الاصوات، لا صوت يعلو فوق صوت المكشخين الليله في نيجيريا. 2-0، 2-0 هكا الشوط الثاني يكون مرتاح، ويظهر لي 3-4 اليوم، انتصار تاريخي في الأرض النيجيرية إن شاء الله. ترجع الكرة، أنا نحكي على الانتصار، أنا نتخمر مع الفوز، أنتوما لا، أنتوما تبقاو مركزين إلى دقيقة 90. الترجي 2 وأوغومبوتي لا شيء، هو الكوتش للفريق النيجيري. نهاية الشوط الأول، ترجي تعامل بذكاء مع الفترة الأولى، ضغط منذ الانطلاق، خلق 4-5 فرص، سجل 2 أهداف، اللعبة كأنها في الحلفوين، الترجي عليهم مطمنين، متهنين، كالعادة فرحانين، متأكدين، متيقنين من الفوز الثمين، هنا في أرضك يا نيجيريا، الترجي يروض فريق السانشاين ستارز بكورة أولى من المساكني، وبكورة الثانية من لابومبا أو الديناميت الكاميروني، قسما 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 بكري الحكم الجنبي يعلن نهاية الفترة الأولى على تقدم تونسي للترجي العاصمي 2-0. شكرا بديع. إذا أصدقائي المشاهدين، أعود مع انطلاقة الشوط الثاني هنا في مدينة إيجيبو أودي في لقاء الترجي الرياضي التونسي سانشاين ستارز برسم اليوم الأول للمجموعة الأولى عن دوري أبطال أفريقيا، نسخة رقم 15 للشامبيونز ليج التي انطلقت عام 97
بتتويج للرجاء البيضاوي. الشوط الاول كان ممتاز للترجي التونسي والتقدم 2-0 بهدف اول من يوسف المساكني وبالهدف الثاني عن طريق ياني كنيانج. يعني ديامونتا الهدف الثاني بتاع ياني كنيانج على المستوى الفني، على مستوى التعامل مع الكرة، على مستوى الثبات امام ضغط المنافس والمدافع، ويسجل هدف ثاني بطريقة فنية كرة في المرمى النيجيري. حذاري من انطلاقة الشوط الثاني، أكيد هناك رياكشن وردة فعل منتظرة من الفريق النيجيري. الترجي مطالب أن يمرر العشر دقائق الربع ساعة الأولى ما غير أدنى مشاكل في هذا اللقاء الذي يسير رويدا رويدا نحو تحقيق رقم قياسي للترجي الذي تونسي على المستوى الأفريقي. الترجي يتساوى قبل هذه المباراة مع الأهلي المصري في عدد الانتصارات خارج القواعد في الشامبيونز ليج، 8 فوز لكل فريق من العملاقين. الترجي الآن يرسم بنسبة مئوية كبيرة البصمة والبسمة للفوز التاسع في تاريخه بالشامبيونز ليج منذ الفوز الأول عام 99 2-0 في هراري على الديناموس. ترجع الكرة للفريق النيجيري، مازلنا ما وصلناش لاستكمال الأرقام، لتأكيد هذه الأرقام، لتثبيت هذه الأرقام. لذلك على الترجي أن يلعب بنفس الجدية، نفس الاجتهاد، وبنفس الجرينتا والروح للتهديف. نعم ديما الترجي الرياضي هو الأندية التونسية والعربية في مثل هذه المشاركات الأفريقية تكون ديما جيعانة باش تقدم الإضافة وباش تسجل أهداف إضافة. تمشي كرة طويلة أوفسايد تسلل على الفريق النيجيري. إذا الفريق النيجيري هذا وصل الثاني العام الماضي في الدوري النيجيري، ويا حسرته على كرة راشيدي يكيني، جورج فينيدي، أوليزي ساندي، اللاعب إيمانويل أمونيكي، اللاعب اللي نحبه برشا في المنتخب النيجيري دانييلا موكاشي. يعني حقيقة مستوى متواضع جدا، وهذا مبرر الحقيقة باعتبار أنه النجوم نيجيريا هي أكثر بلد أفريقي عنده محترفين خارج البلد، وبالتالي الملاعب اللي فيه الضوء على طول يخرج من نيجيريا. هذا يعني يمكن الدرجة الخامسة والسادسة، موظف درجة السادسة في الكرة النيجيرية فريق سانشاين ستارز. لذلك حتى تاريخيا قلت كاس الابطال الانديه النيجيريه كسبتها كان مرتين، رغم انه في فترات رجال الاعمال عملوا فرق مثل وانوانيو وخاصه ابيولا اللي هو اسم رجل الاعمال ابيولا باباس، ولكن ما نجحوش في المنافسه القاريه امام تفوق انديه الشمال الافريقي. وبقيت انديه السمار الافريقي متمركزه تقريبا في الانديه الايفواريه السيك افريكا سبور او الانديه الغنيه من خلال الشانتي كوتوكو او فريق الجولد فيلز. ترجع الكره مره اخرى للفريق النيجيري. حذاري مثل هذه الكرات، حذاري حذاري من هذه السيناريوهات اللي تقلب مباراه في ديك متمكن منها متمسك بها، ولكن بعض الاخطاء التقديريه والفرديه تقلب عليك ماتش. رد بالك. اذا للتاريخ الهدف رقم 100 للترجي الرياضي التونسي في دوري ابطال افريقيا منذ الحضور الأول عام 99، الهدف المئوي كان من ياني كنيانج الكامروني. ترجع الكرة لفريق سانشاين ستارز، ترجي بإمكانه يضيف الهدف الثالث يقتل المباراة. 2-0 نتيجة ممتازة، ما غير خطأ. رد بالك. ترجع الكرة ما فيها شيء، سامح الدربالي، سامح الدربالي يلعب كرة طويلة، ترجع بالراس وسط الميدان، دور كبير العواضي ياخذ كرة. هنا الجرأة أيضا بتاع مدرب اسمه نبيل معلول، لانه يعني مش سهل انك تلعب في الاراضي الافريقيه 4-3-3. الحقيقه توجه هجومي واختيارات هجوميه توتي اوكلا في هذا الشوط الاول ومع انطلاقه الفتره الثانيه. تمشي كوره للفريق النيجيري، كوره طويله بالراس، ترجع من بالمنصور، بالمنصور المولي، المولي يحط كوره وسط الميدان، برشا مساحات، الترجي يجيب الثالث. يانيك نيانج لو ضاعت عليه، لو ضاعت عليه يانيك يشق الطريق بمفرده نحو مرمى موزيس اوتشيجي باش يقابل موزيس ويحط الكرة الثالثة في الشباك النيجيرية. ترجع كرة وعاد في خطأ الآن للفريق النيجيري. تعليمات المدرب متواصلة. الترجي التونسي في كأس أفريقيا 27 انتصار خارج القواعد، لكن الترجي لم يحقق للأمانة الفوز في الدول الكبرى اللي هي مصر، المغرب من الشمال الأفريقي، ولا كوت ديفوار، غانا، نيجيريا من القوى في افريقيا السمراء. لذلك اليوم ممكن كسر هذا الحاجز في الفوز على ارض احد القوى الكبرى في الكره الافريقيه اللي هي الكره النيجيريه ان شاء الله. كره ترجع من فريق السانشاين ستارز عن طريق اللاعب ابراهيم،
ابراهيم عجاني. عجاني كره وسط الميدان يضغط الترجي في الوسط عن طريق الغاني هاريسون افول. كره ترجع مره اخرى للفريق النيجيري. حقيقه مجهود كبير يبذل من الانديه التونسيه في الانتدابات الافريقيه. الحقيقه لما نشوف جيراننا واجوارنا نشوف امورنا انه الملاعبيه اللي دخلوا الكره التونسيه الحقيقه ملاعبيه من كاليبر ممتاز جدا. نحكيو على محمد خان، نحكيو على اللاعب مثل ماليتولي، نحكيو على رامو يعني كنيانج، اللاعبين ايضا مثل عبد القادر كايتا، سومانابي. ترجع الكره عن طريق رقم 18 يلعب الكره اينا اوفام. اينا اوفام والتوزيع وضربه المرمى. كره ضربت في الفريق النيجيري وتخرج ضربه مرمى البن شريفيه. ايضا ممكن نحب نعرج على موضوع المساكني لا يشكر فقط على المردود. كنا نتفق على انه ملاعب كبير، لكن نحيي فيه هذا التفكير في النادي اللي كبره والنادي اللي اعطاه فرصه باش يظهر سواء في البدايه الملعب التونسي اللي يستفيد من منحه التكوين الان في انتقاله الاخوي القطري، او خاصه الترجي الرياضي كفريقه الان انه العقد ينتهي ولكن مدد عقده باش يستفيد النادي. وهنا الحقيقه كنت نتمنى زهير الذوادي، الشادي الهمامي قبلهم دراجي يفيدوا الفريق. اخرج خلاص، خاصه لما يتفق مع رئيس الجمعيه يعني يفيد الجمعيه اللي كبرته وردته نجم في الكره التونسيه ويمشي ولا الصور مسلط عليه في الاعلام والجمهور يتصور معاه في الشارع. ان شاء الله اللاعبين القادمين يفكروا ايضا في مصلحه الانديه، لانه الحقيقه الانديه تبذل برشا من الجانب المادي. نرجع اللقاء والقوس نغلقه والتوزيعة تفتح والعرضية لم تأتي بجديد نيجيريا. والكرة ترجع من يانيك نيانج. يانيك يقوم بدور دفاع ممتاز الكامروني لابومبا. يرجع بالكرة يانيك نيانج. يانيك نيانج سلاسة وسهولة في المراوغة، سلاسة وسهولة. يمشي المساكني، المساكني يحط كرة للعواضي. كرة بعيدة والتراوي، كرة بعيدة لمجدي. كرة ترجع من الدفاع التونسي في وسط الميدان مرة أخرى. كرة للجرينيجلز عن طريق جيمس موزس، ولكن نصور تونس بين قوسين تقدر على النصور النيجيريه اليوم في استاد اودي. ترجع الكره مره اخرى للترجي الرياضي، ولكن لبضع الوقت يخسرها التراوي. كره ترجع للفريق النيجيري سانشاين ستارز. تقريب وصلنا دقيقه 53 في المباراه 2-0. حذاري اوفسايد. تسلل تسلل رايو صفار. رايو صفارة بينما احتجاج نيجيري على السافرة الجامبية لباكاري جاسما، خاصة لاينمان طبعا مسؤوليته الاوف سايد. وهنا الكرة ستعود للفريق التونسي. الخرج بعد الكرة شفته متقدم اللاعب النيجيري، بالتالي نشوف قرار سليم من المساعد الجامبي. ترجع كرة ليانيك نيانج. يانيك نيانج ممتاز جدا. يانيك يخرج كرة هاريسون، والهدف الثالث. الهدف الثالث من هاريسون افول. او حتى تسلل شبيهم الاولاد ما فرحوش، ما فرحوش لانه حتى تسلل، حتى تسلل. لك الترجي بكامل اريحيه بكامل السهوله والتنظيم. هذا الديو الغاني الكامروني يعمل العجب. هنا ما فيها شيء، هنا اعتبرها لمسه يد ما فيها شيء، ما هزش الرايه. هنا فما يمكن تسلل، لا يظهر لي كسر الاوفسايد المدافع اللي هنا. هدف ثالث هذا للترجي 90% صحيح. على كل حال سنرى قرار الحكم. الاولاد يلزم يفرحوا في 3 بلاش و20 بلاش. وهنا الفريق النيجيري شوف الطاقات البدنيه. النتيجه 2-0. هاريسون افول نجم المباراه في ليله يلزم يفرح فيها جمهور الترجي، ليس الانتصار وليس للاداء، لانه ايضا الفريق النيجيري مش الحاجه الكبيره. قولوها بكل واقعيه وامانه، والمنافسه القادمه اصعب، ولكن الفرحه الكبيره عوده افول، عوده افول اللي باش يعاون برشا الترجي الرياضي في الشامبيونز ليج. ترجع كره مره اخرى للفريق النيجيري. تقريب هاريسون جاب الهدف الاول، هو اللي صنع الكره بتاع الهدف الثاني وسجل هدف الان. والخطر الكل على الفريق النيجيري من الجهه اليمنى اللي فيها هاريسون معلول كلاعب خسر النهائي التاريخي عام 87
في كاس الكوس ضد غورما هي، ولكن كمدرب بعد تقريب ربع قرن يحقق البطولة الأغلى، بطولة كاس الأبطال. كرة ترجع من الحارس موزيس أوتشيجي. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، نتيجة 2-0 للترجي الرياضي، والثالث جاي. كرة تبقى من الفريق النيجيري. على فكرة أكبر انتصار للترجي خارج القواعد كان على فريق من زامبيا 4-1 تقريب من 3-4 سنوات في 2007. في 2007 الترجي ربح في زامبيا 4-1، ثم تليها نتيجة 3-1 اللي حققها الترجي على الحرس الوطني الموريتاني في عام 87 في كاس الكؤوس، فتقريب دوبليه وقت الزبير بغنية. نرجع للقاء، نرجع لمباراة 2012. كرة تبقى للفريق النيجيري رقم 28 على بوابة الدخول من الفريق النيجيري، فريق سانشاين ستارز. كرة ستعود على تماس ممكن لسانشاين أو مخالفة. ماذا هناك في قرار الحكم قسما بكري؟ نعم هي مخالفة أو تماس. تماس رقم 28 لاعب هولورونداري ديلي يدخل الآن، لكن يظهر لي برشا ديلي، برشا روتار الآن يدخل ديلي في التشكيل النيجيري، لأن المباراة محسومة بنسبة كبيرة. خالد شمام، وكرة ترجع لفريق النيجيري لفريق سانشاين ستارز عن طريق إيمانويل. إيمانويل كرة الفريق النيجيري، محاولة المراغص الميدان، الضغط من العواضي، ثلاثة في الارتكاز، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق اليسار. الهجمة النيجيرية للفريق سانشاين، كرة لفريق سانشاين ستارز، تمشي كرة طويلة، ترجع بالراس، الدفاع عن طريق المساكني، المساكني المولي، يبعد الكرة، ترجع مرة ثانية للفريق النيجيري. يلعب ما غير فكر الفريق النيجيري في رأيي، 11 ملاعبي يعني ملوحين في الميدان، كل واحد يجري كما يحب، فماش فريق ممكن التيم بيتم عن الكلمة، حس التنظيم التكتيكي لفريق الترجي وكأنه سكوادرا زورة مقارنة يعني مع سانشاين. ترجع الكرة للفريق النيجيري، كرة فيها أوفسايد، تسلل تسلل، هو قال ألعب وأنا نقول تسلل. ترجع كرة بالرأس عن طريق المولي ويخرج بن شريفية، ممتاز طبعا قرار الحكم هو اللي يمشي، والكرة تمشي عن طريق الحارس بن شريفية بعيدة من الحارس إلى الحارس. كرة ستعود للفريق النيجيري موزيس أوتشيجي. كرة تبقى لأجاني، يلعب كرة في منتصف الميدان، إيديان يلعب كرة طويلة، كرة ترجع للفريق النيجيري، والترجي يتصدى عن طريق الدربالي، سامح الدربالي، يخرج الدربالي، كرة ترجع فول، يضغط المولي، هو الفريق النيجيري بدون فكر بدون حلول، يلعب كرة في التوزيع وتمشي السهلة، ضربة مرمى، ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي. انخفضنا ساق المباراة بطبيعة الحال، كان الخوف الحقيقة ينتابع عشاق الترجي من هذه الرحلة المطولة، أنك تمشي تقريب 6-7 ساعات تونس دبي، ثم تبات الليلة في دبي لاستقلال طائرة أخرى إلى لاغوس، 8 ساعات بين دبي والعاصمة السابقة النيجيرية التاريخية لاغوس، ثم كان أيضا بالحافلة تقريب ساعة ونص أخرى إلى مدينة أودي. الترجي أيضا ما تدربش على هذا الملعب باعتبار الأمطار الغزيرة البارح اللي كانت على مدينة أودي، الترجي لم يتدرب على هذا الميدان، ولكن الترجي بخبراته الأفريقية المطولة تمكن من التغلب على كل هذه العوائق ووجدناه في يوم المباراة. التسديدة والكرة تعود من خالد المولهي، هاريسون أفول، تمشي كرة مجدي التراوي، مجدي التراوي كرة مقطوعة، ممكن في قادم الدقائق إدريس المحيرسي سيشكل ورقة على الأطراف لفريق الترجي من الناحية الهجومية، والكرة ترجع مرة أخرى للفريق النيجيري، تمشي كرة عن طريق اللاعب تامان، تامان يحط كرة والتسلل، تسلل مرة أخرى، دفاع الخط اللي يعتمدوا معلول الليلة يتوفق فيها الدفاع التونسي في شل كل الحركات والتحركات النيجيرية. ترجع الكرة عن طريق وليد العشري، ثلاثة نقاط الترجي، ثلاثة نقاط النجم، من دون نقاط أشلف وسانشاين، بينما المجموعة الثانية الصدارة تشل سوية لغانا،
بانتظار لقاء القمة بعد ساعتين ونصف بين مازيمبي والنادي الأهلي في القاهرة. مشكل كبير للأندية المصرية اللعب بدون جمهور. مجموعة حديدية لنعترفها أيضا أنه كنا محظوظين كتوانسة أن نكون تقريبا في المجموعة الأقل قوة، لأنه مجموعة الموت الحقيقة المجموعة الثانية مازيمبي وتشيلسي والأهلي والزمالك. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي. 60 دقيقة وقت البونتو الثالث لمولهي. يمشي خالد المولهي يرجع بالكرة عن طريق وليد الهيشري. وليد الهيشري في وسط الميدان يخرج كرة بعيدة، ترجع الكرة ممتازة جدا وأوفسايد. كرة في تسلل أيضا ودفاع الخط يعتمده فريق سانشاين النيجيري في هذا اللقاء. بكري قسم الجامبي تمشي كرة وسط الميدان. كرة للترجي الرياضي عن طريق العواضي أو المساكني يوسف. يوسف المساكني ويحصل تماس. حصل تماس. الماتش الثاني للترجي في هذه المجموعة سيكون يوم 20 جويليا يوم جمعة. ممكن يكون الليلة الأولى في رمضان أو ليلة الشك في ملاقاة فريق أولمبي شلف في ديربي جزائري ديربي مغاربي. والكرة ترجع لمساكني. ممتازة من يوسف. يجري الكرة يحطها الهجوم. كرة خطيرة على الفريق النيجيري عن طريق العواضي. والحكم يعطي ادفانتج رغم خطا كريم. والكرة ترجع على الخط الثاني من العواضي. رد بالك من ورقة صفراء. كرة تمشي من الفريق النيجيري. حكم ممتاز يعطي الأسبقية للفريق النيجيري سانشاين. والكرة بالأخير تخرج من بن منصور في وسط الميدان طويلة لضربة مرمى للتماس. ضربة تماس للفريق النيجيري سانشاين ستارز. 2-0 للترجي. كرة تمشي في وسط الميدان. والترجي الرياضي يدافع بشكل جيد. الهجوم النيجيري باستثناء كرة القائم كرة البوتو اللي أنقذت الترجي من هدف التعادل. كرة كان ممكن تقلب شكل المباراة، ولكن عدا ذلك مباراة سيرها الترجي منذ الانطلاق إلى النهاية. وكأن التليكوموند كانت عند فريق الترجي وعند معلول سير الماتش من البنك محب. كرة ترجع للفريق النيجيري. فريق النيجيري بمرور الوقت طبعا الإحباط عارف أنه أمام فريق قوي أنه بطل إفريقيا، وبالتالي يصعب جدا العودة في هذا اللقاء. كرة ترجع وسط الميدان عن طريق العواضي. برشا صنع العواضي كريم العواضي. 4-3 فرصة في التمرير الآن. ما تشدش الكرة برشا. شد الكرة كريم العواضي ويمنع الترجي من إمكانية المرتدة. يلزم نلعب اللمسة الواحدة. هيشري رد بالك وليد الهيشري. كرة ركنية. ركنية للفريق النيجيري. كرة تتهيأ لفريق السانشاين ستارز. طبعا أكبر الفرق النيجيري اللي يعرفها الجمهور التونسي والعربي. إيوان وانيو إنيمبا. فما جوليوس بيرجر. فما فريق نيجي رانجيرز. فريق شوتينج ستارز. وخطيرة وممتازة من بن شريفية. النجوم القاذفة شوتينج ستارز. وهذه كانت مسددة بشكل ممتاز. ولكن امتياز مرة أخرى لبن شريفية. تحسه حارس يطمن ويهني في مرمى الترجي الرياضي رغم صغر سنه 21 سنة. ممكن هو الحارس المستقبل فيوتشر للمنتخب الوطني التونسي. شفنا الدور الكبير البارح البلبولي في انتصار النجم في الجزائر. والتصديات اللي قام بها على قلتها اليوم الحارس معز. كرة تمشي عن طريق الدربالي. دربالي في وسط الميدان. كرة ترجع يانيك نيانج. كرة ليانيك. يمشي يانيك نيانج في وسط الميدان. ترجي عنده كرة عنده الانطلاق عن طريق الكابتن شمام. يمشي خليل شمام. ما شفناش برشا شمام من الناحية الهجومية في مباراة اليوم. تعليمات واضحة وصارمة من معلول بالنسبة للكولوار. اليمين دربالي ما طلعش وايضا نفس الشيء شمام. وكانت الخطوره الكل من افول. هو اللاعب مساكني على الاطراف خاصه من الرواق اليمين اللي فيه هاريسون. هاريسون العاود مصر على انه رجل المباراه من فريق باب السويقه. ترجع كره مره اخرى نيجيريه. كره لفريق السانشاين. يلعبوا 65 دقيقه. حذاري ما يسددش. يسدد وكره على العارضه. كره على العارضه. كره على العارضه بعد كره القائم. ضربوا كورتين كانوا قراب من هدفين. حذاري انه هذه الكره تعطي ثقه وروح للفريق النيجيري. مباراه ما زالت طويله. ما زالت 25 دقيقه لكي لا يتكرر سيناريو مباراه كازابلانكا العام الماضي امام الوداد. تقدم الترجي 2-0
وتقريب في هذا التوقيت ذل الفارق الوداد عن طريق هوندا ما ثم تعادل. حذار يلزم تركيز لاخر دقيقه. كره ترجع للفريق النيجيري. المولهي ممتاز يمشي خالد المولهي صنعه كبيره يخرج بين اثنين. المولهي يرجع عن طريق الدفاع بن منصور العواضي. تغيير ممكن الان يفرض نفسه بالنسبه للمدرب معلول. كره ترجع لفريق سانشاين ستارز. كره ما تعداش المولهي وكونتر اتاك عن طريق هاريسون يدخل افول. هاريسون بيودو يمشي لدربالي. كره على اليمين من سامح. دربالي المولهي تتعدى الكره تمشي العواضي. عواضي للتراوي. كره مجدي التراوي لمساكني. لمساكني يهرب به يمشي يوسف لمساكني. لمساكني يعطي باس ليانيك. يانيك الكريم العواضي ممتازه وفرصه وكره ممتازه والهدف الثالث. هذه خساره هذه ما تدخلش. هو التسلل يقول لاينمان هذه خساره ما تدخلش. كره تدرس. كره ممتازه جدا. ثلاث اربع تمريرات اصل الخطر اصل وراس الحيه هو كالعاده هاريسون افول. يمشي كره يانيك نيانج لمساكني. لمساكني من القائم الاول للقائم الثاني وفرصة الأهداف الثالث للترجي. هنا الكرة السليمة وهنا العواضي هو اللي بدا. هنا القوة نتاع القادمون من الخلف هو اللي بدا الكرة هو اللي كملها. هنا يحطها أوف سايد زايد اللاينمان. بينما هنا كرة نيجيرية حذاري. ترجي يلزم يستهترش ويجيب الثالث. وقتها يلزم ياكل المنافس ثلاثة أربعة ياكلهم. كرة ترجع مرة أخرى التماس. رامية جانبية لفريق نيجيريا. لسانشاين ستارز. وصلنا للدقيقة 67 والتغييرات بدأت تقرب. إدريس المحيرسي يظل ينفع برشا في مثل هذه الظروف في مثل هذه الوضعية المباراة. كرة ترجع من الهجري حذاري من التسديد وكرة قريبة. كرة قريبة من الفريق النيجيري الآن يكشر على نياب. يكشر على نياب وطبيعي جدا. أول شيء رياكشن من فريق خاسر في ملعبه وثاني شيء وأهم شيء أنه الآن الثقل والتعب نتاع الرحلة اللي دامت تقريب يومين و17 منتصف ساعة باش تبدا تظهر على الاولاد طبيعي جدا. كره تمشي للركنيه لذلك وطالب نبيل الان بالتغيير. ترجع الكره للترجي الرياضي. كره ستكون لفريق الترجي الرياضي. ادريس المحيرسي الورقه القادمه من كوتش معلول في هذا اللقاء. كره ستعود في وسط الميدان. كره لفريق الترجي الرياضي عن طريق الحارس بن شريفيه. حبيتوا الكرة في كورتين كانوا يخوفوا برشا. كرة على القائم وكرة الثانية على العارضة والكرة ترجع للفريق النيجيري. الضغط من العواضي. كرة تتهيأ مرة أخرى نيجيرية عن طريق إبراهيم أجاني وكرة في التماس. تقريب منتصف الشوط الثاني 24 دقيقة. أخطر الكرات كانت نيجيرية في هذه الفترة ولكن الترجي أيضا خلق فرصتين كبار وسجل أهداف ممكن في رأي الشرعي. كرة ترجع لمجدي التراوي بهدوء يلعب الترجي الرياضي يلعب بهدوء براحة كبيرة ثقة كبيرة ومستوى ممتاز عن طريق الهجوم. كرة زايدة يخلي الكرة تعدى يوسف كان ممكن يلمسها هو والكرة ترجع بين اثنين. حذاري حذاري من الفريق النيجيري ان شاء الله ما يسجلوش باش ما يخسروناش في اخر المباراة. كرة ترجع في تمركز مميز من بن شريفية. بن شريفية وصل الكرة لدربالي. دربالي حط كرة لفول كرة قوية لكن فكرة ممتاز يرجع لي المباشر. تعطي فيا في القديم في البيت يرجع المباشر اعطيني كرة الهدف الثالث. وين الكرة؟ كرة ترجع للدفاع النيجيري. جيمس موزيس. موزيس يمشي للتمان. تمان كرة في وسط الميدان لفريق سانشاين ستارز. كرة من تمان ترجع مرة أخرى عن طريق اللاعب إيدان. إيدان للاعب في الوسط اوفم اينا 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 وكره سهله عن طريق شمام. شمام اليانيك ونيانج للمعز. 70 دقيقه لعب بالضبط هنا في استاد السانشاين ستارز المسمى جيت واي في مدينه ايجيبودي. والنتيجه هدفي لصفر نتيجه الشوط الاول للترجي الرياضي التونسي. 1-0 شمام 1-0 المساكني و2-0 يعني كنيانك. كرة ترجع للترجي فريق من غير وسط ميدان. خالد المولهي. المولهي يرجع بالكرة لفريق الترجي يانيك. يانيك يلعب مع مجدي التراوي 1-2 كرة تقطع يطلع البريسي التراوي. والكرة ترجع مرة أخرى لفريق الترجي.
عن طريق التراوي ممتازة جدا مجدي، ممتازة جدا، فوارق كبيرة الحقيقة، فماش مقارنة، فماش مقارنة. ومجدي التراوي والحارس، التسديدة تقريبا من 35 متر، والكرة عن طريق موزيس هوتشي جي. التغيير هو ادريس المحيرسي، هل سيكون ورقة نبيل الأولى في هذا اللقاء هنا في نيجيريا؟ كرة ترجع عن طريق هوتشي جي، هوتشي جي لموزيس، موزيس يلعب الكرة لأوجو، أوجو دايو، دايو يطول الكرة، ترجع بالراس للدربالي من هجري، سامح الدربالي، كرة الثانية ضايعة مقطوعة، ترجع للفريق النيجيري رد بالك، والضغط للترجي، والتسديدة بعيدة، كرة سيئة جدا. النجم الساحلي أيضا ياخذ فكرة على منافسه القادم في سوسة يوم 21 جويلية. المباراة أيضا سهلة، النجم باش يطلع النقطة السادسة. الترجي يستضيف قبل 24 ساعة من مباراة ليتوال سانشاين في أولمبي سوسة شقيقه وجاره الجزائري أولمبي شلف، من أجل أيضا إدراك النقطة السادسة. تقريب ممكن في هذه المجموعة في جولتين باش تنحسر الأمور. إذا التغيير يخرج، يخرج مجدي التراوي، هو التغيير الأول من فريق الترجي الرياضي التونسي، يدخل في هذا التوقيت وسام البوغامي اللي انضم للقائمة الإفريقية في آخر وقت تقريب. إذا هذا هو التغيير لفريق الترجي الرياضي التونسي، وسام البوغامي يدخل بديل لمجدي التراوي. هنا أيضا قراءة مباراة، مدرب مركز في رأي في دقيقة 72، عنده انذار مجدي التراوي، يخاف أي لقطة تكلفه ممكن ورقة حمراء مجانية، لذلك يدخل بيفو، بيفو لاعب ارتكاز جاهز، لاعب وسام البوغامي من أولى مشاركاته القارية. ممكن المحيرسي في آخر الماتش يدخل في الهجوم، اللاعبين الشبان اللي راهن عليهم معلول ليكونون، ليكون ممكن أحد نجوم هذه الشامبيونز ليج في نسخة 2012. كرة تمشي مرة أخرى للفريق النيجيري، مباراة انتهت عند هدف اللاعب يانيك لابومبانيانغ، والكرة ترجع مرة أخرى للفريق النيجيري، ترجع للترجي التونسي وسط الميدان، المراوغة، سهولة الاختراق، الانطلاق، شمام، وفي خطأ للترجي، خطأ وفاول للترجي الرياضي التونسي. كرة ستعود للفريق التونسي المتقدم 2-0 عند دقيقة 28 في الشوط الثاني. كرة من يانغ، يانغ يرجع بالكرة العواضي في خطأ آخر، طبعا توترت الأجواء في المعسكر النيجيري. كرة تتلعب من المساكني، المساكني يمشي بالكرة بوغامي، أسامة بوغامي سبق كورتو، تضيع عليه الكرة، ترجع في هجمة سريعة للفريق النيجيري. كرة تمشي عن طريق اللاعب أزوكا، أزوكا يوزع كرة وترجع بالدفاع، ترجع سهلة للترجي الرياضي، الترجي الرياضي بأكثر تركيز ممكن يجيب الهدف الثالث. هذا ماتش ثلاثة بلاش. المساكني يا مراوغة أولى، المساكني تعدى الثاني، المساكني يقول له سامحني راني يوسف، يمشي يوسف، يمشي المساكني 3-0، المساكني، 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 مش ممكن على هذا الإبداع، مش ممكن. قلت لك المساكني اليوم لعب يعني واقف في المباراة، لو يوسف يعني كان ستر الله على فريق سانشاين ستارز، ورقة صفراء لفريق السانشاين، والمساكني يحصل خطأ في مكان مناسب، فرصة شمام ممكن يحطها باليسار في الجول، كرة في الشبكة في مرمى موزيس أوتشيجي، فرصة هدف ثالثة، ويوسف المساكني أيضا، يوسف المساكني اللي مسجل رباعية في هذه البطولة القارية، بينما إيمانويل الغول بتاع تشيلسي، طبعا تشيلسي الغاني مسجل 7 أهداف في هذه البطولة، هو هداف الشامبيونز ليج، لاعب ممكن نشوف مستقبله بحجم وبنجاح إيتو أو دروكبا أو مستر جورج ويا. الكرة للفريق التونسي في شانس الهدف الثالث، في كرة ممكن تتهيأ مباشرة في المرمى، يانيك القوة، المساكني المهارة، والشمام من يسدد وعطاله، لا 3-0 اللي ريناها، ولكن نشوفوا موزيس أوتشيجي يتألق خارج الديار، زوز بونتو وهدف ملغي وكرة على العارضة وثلاث أربع باراد من الحارس النيجيري. حقيقة مباراة ممتازة كاملة الأوصاف من شيخ الأندية التونسية. ثالث 3 بلاش، 3 بلاش، يمشي المولي، المولي والدفاع، يرتبك الدفاع النيجيري والحارس
لا حول ولا قوة، مش لاقي حلول. ترجع الكرة للتماس لفريق الترجي التونسي، كرة ترجع للترجي الرياضي في آخر ربع ساعة في المباراة عن طريق ياني كينيانغ، وكرة تبقى من الجانب في تماس، كرة ترجع باليدين من شمام. الترجي الرياضي التونسي يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد في هذه المباراة. الأرقام القياسية، صدارة المجموعة حاليا فارق الأهداف، وانتصار تاريخي في نيجيريا لم يسبق تحقيقه من شيخ الأندية التونسية. ترجع الكرة مرة أخرى، برشا إصرار لتسجيل الهدف الثالث. يرجع بالكرة للفريق النيجيري ياني كينيانغ. واقف الترجي في الشوط الثاني، جرى المباراة نتاعو وبسهولة يخترق حدود فريق سانشاين ستارز في 2-0. تفاصيل الشوط الأول، دقيقة 20 21 تقريب يوسف، ودقيقة 45 زائد واحد ياني كينيانغ يمشي بالكرة لمساكني، لمساكني يهرب بيه يوسف، لمساكني خسارة بعدت عليه ويرجع الدفاع النيجيري بقوة، والكرة ستعود ضربة مرمى. نعم كرة خرجت في الانطلاق، رؤية صحيحة من المساعد، وكرة تتهيأ للفريق النيجيري. سنة دقيقة 77 في المباراة، 2-0 للترجي الرياضي. كرة ترجع مرة أخرى عن طريق أفول، هاريسون أفول في وسط الميدان، تبقى نيجيريا لا، كرة ستعود لتماس للدربالي وللترجي الرياضي. استسلم تمام الفريق النيجيري. كرة ترجع للترجي الرياضي عن طريق بن منصور. بن منصور يلعب كرة طويلة، رولانس لازم تتحسن برشا من الخط الدفاعي للترجي. تمشي الكرة مرة أخرى للفريق النيجيري، تمشي كرة على أطراف في جهة شمام، كرة واحدة اثنين للفريق النيجيري، يدخل منطقة الجزاء، محاولة التحضير ولكن كرة ترجع للترجي الرياضي. بوغامي وأسامة، أسامة يحط الكرة، كملونا الصورة وكملونا الماتش، والكرة تمشي دربالي، أول مرة يطلع دربالي، دربالي وكرة بعيدة على يانيك، كرة تضيع على نيانغ وترجع عن طريق الحارس، كرة ترجع عن طريق موزيس أوتشيجي، هو أحسن لاعب في الفريق النيجيري يعني بكل بساطة. شفناش المحنة لاعبك الملاعب اللي يظهر في الفريق النيجيري، وكرة ترجع لفريق الترجي الرياضي، فارق إمكانيات وفارق مستويات. مبروك للترجي هذا الانتصار التاريخي للركور رقم 9 في تاريخه بدوري ابطال افريقيا خارج تونس. هو الهدف رقم 100 ليانيك لابومبا، يانيك ديناميت نيانغ. كره بعيده، يوسف ما بذلش فيها مجهود طبعا في 2-0 مع هذا التوقيت مع هذه الحراره. كره ترجع للترجي العواضي، العواضي يمشي يانيك نيانغ. طبعا فريق الترجي الان يامل المباراه ويستهلك اخر الدقائق لضمان انتصار مريح هالليلة وهذا الأمسية في نيجيريا. رد بالك يا وليد، كرة يغطي فيها مليح ليشري، ترجع الكرة عن طريق أوتجو، أوتجو لإبراهيما، إبراهيما والدفاع التونسي موجود. مساكني خالد المولي يعمل بريس، والكرة ترجع نيجيريا. رد بالك، رد بالك من اليمين من جهة سامح، والتوزيعة والرأسية، ترجع مرة أولى بوغانمي يقاتل على الكرة، هو الترجى مرة ثانية باش يشوط، يسدد الحارس يا ولد يا كبير، عملاق، عملاق في العرين التونسي اسمه بن شريفية. يعني المباراة كاملة كانت سهلة على دفاع الترجي، كأنه بن شريفية طلب الكرة باش يسخن في الماتش وباش يقول راني موجود ومساهم في انتصار الترجي الرياضي. تصدي ولا أروع من العملاق معز بن شريفية. تسديدة تقريبا على 30 متر، هو بن شريفية يتصدى كرة ركنية، تمشي الركنية للفريق النيجيري، ترجع كرة بالرأس العواضي، خطورة الفريق النيجيري من التسديدات، التوزيع وبن شريفية تألق، يتصدى يخرج على كورته معز بن شريفية، كرة ستعود للفريق التونسي. ترجي الرياضي في دقيقة 80 رابح 2-0 في نيجيريا، كرة ترجع لفريق سانشاين ستارز. تمشي كرة مرة أخرى للفريق النيجيري. كرة السانشاين عن طريق أوفام، أوفام ترجع كرة بوغانمي بعيد على هاري السنافول، تبقى الفريق النيجيري. كرة بعيدة ممكن تماس، لا تحق بالكرة وترجع خطأ، لا حكم يقول العب خطيرة جدا، توزيع برافو بين منصور،
على القائم الاول بن منصور يغطي. شفت ممكن عمليه دفع للشمام ولكن الحكم يقول العب. الحكم الجنبي وهنا حضور جماهيري يعني قليل في استاد اودي. كره ترجع من ركنيه لفريق السانشاين ستارز. اقل من 10 دقائق لنهايه المباراه. الترجي ما زال متقدم هنا في نيجيريا هدفين لصفر. اظن التحليلات الفنيه لكل من بن شيخه واليعقوبي كانت سليمه منذ الانطلاق. الراسيه والحارس ملا بارات. يا جوردن بانكس هذه كره ممتازه جدا يجيبها كالكبار. ريفليكس على فكره عملوا البارح بلبولي تقريب الكره نفسها تقريب الكره اختها. خرج الكره من قلب المرمى. هنا التصدي الممتاز لبن شرفيه ما غير تعليق استمتع وحده. شوف ديفياسيون بتاع الهيشري ومسالة يجيبها الحارس. برافو لمعز بن شرفيه. اذا تغيير ثاني من المدرب معلول وخالد العياري هذه المره ياخذ مكانه في مكان المساكني. يدخل اذا خالد العياري اللي في رصيده هدف في هذا المشوار الافريقي للترجي 2012 في الشامبيونز ليج. هدف سجله في هراري ضد ديناموس. كره ترجع لفريق الترجي الرياضي عن طريق سامح الدربالي. يمشي سامح الدربالي وليد الهيشري. كره من وليد الهيشري طويله بعيد على يانيك نيانج. 82 دقيقة مازال يلزم التركيز. ترجع الكرة لفريق سانشاين. ايدين كرة من ايدين في وسط الميدان. بوبو ازوكا. ايدين يعطيه باس مرة أخرى ويدخل الترجي من بن منصور. ترجع الكرة عن طريق العياري. العياري مرة أخرى للتراوي. تراوي حط كرة ممتازة لو تتعدى وتمشي كرة للدفاع النيجيري. كرة ترجع للفريق النيجيري. ترجع كرة جيمس. جيمس في مناطق الترجي يعرقل الهجمة المولهي. دور تكتيكي ممتاز جدا ودفاعي ممتاز من المولهي. العواضي يضغط على حامل كرة النيجيري. فريق النيجيري 1-2. تحسن أداء الفريق النيجيري في الربع ساعة الأخير وهذا مفهوم للتراجع البدني لفريق الترجي نتيجة الإرهاق. ترجع كرة على خط للترجي الرياضي. فاول بصافرة الجامبي بكري قسمة. كرة ستلعب لكريم العواضي. إذا غدا إن شاء الله يعود وفد الترجي الرياضي التونسي إلى تونس مدججا بنقاط ثلاث وبحسابات الصدارة في مجموعة تبدو أنها بدأت تنشق إلى طرفين وتقسم إلى ترتيبين. ترتيب الترجي والنجم ووضعية أخرى للشلف الجزائري وفريق سانشاين ستارز النيجيري. الخطأ ليستفيد منه كريم العواضي. إن شاء الله يكون لباس في هذا السقوط بالنسبة لكريم العواضي. الترجي الرياضي التونسي إذا الماتش الثاني سيكون يوم الجمعة 20/10 ليلا في استاد رادس. مبدئيا أكيد في رادس أمام فريق وضد منافس من الجيران الجار الجزائري أولمبي شلف. وستكون أول مباراة للترجي في الهيد تو هيد مع فريق شلف الذي لم يسبق له ملاقاته في المنافسات الإقليمية أو في الدورات القارية. إذا إن شاء الله لاباس بالنسبة للعواضي. العواضي اللاعب الإفريقي سابقا وفورتونا أو فورتونا دوسلدورف. كرة ترجع ليانيك نيانج. يانيك نيانج وكرة في الأوت. ترجي في هذه التشكيلة عنده خارج القائمة واجدي بوعزي للإيقاف. عنده دريس المحيرسي ما استعملوش نبيل اليوم. عنده أيضا كوليبالي كورقة في الدفاع. وأظن الترجي عنده برشا حلول من خلال الانتدابات الجديدة. ممكن نتوقع من هنا الماتش شلف يحضر اللاعب الجزائري الواعد البلايلي اللاعب القادم الحمراوة ام سي وهران. وايضا ممكن اذا يتم انتداب رسمي لكارل ماركس تشادي هداف الدوري الجابوني 2011 وهداف الدوري المغربي مع الدفاع الجديد هذا الموسم. تقريبا الرقم اللي سجله كارل ماركس في الدوري المغربي هذا الموسم هو الاحسن من ناحيه عدد الاهداف في الدوري المغربي من 20 سنه. صفقه لو تتم اكيد ستفيد الترجي خاصه انه اثبت الترجي انه يقرا حساباته.
ويحذر في مرحلة ما بعد خروج يانيك نيانغ اللي تكون إن شاء الله في ديسمبر القادم في أعقاب نهاية المشوار الأفريقي للترجي الرياضي. إذا كرة ستعود على خطأ فاول صحيح على المولي سنة دقيقة 86. نتيجة مباراة حسمت في شوط أول 2-0 ويدخل إدريس كوليبالي. يدخل اللاعب القادم من الكناري جي اس كابيلي في الموسم الماضي. شوف العنصر البدني واللياقة الممتازة لكوليبالي والكرة تمشي بالراس ترجع من الهجري. عفول يضغط على الفريق النيجيري وترجع من إدريسا. أول لمس الكرة للدول المالي إدريسا كوليبالي. ولو أنه كوليبالي في مالي ما يلعبش أساسي عكس هاريسون عفول اللي تم اختياره أفضل ثالث لاعب في غانا 2011 وأفضل ثالث رياضي في غانا في نفس السنة. هاريسون عفول اللي سجل هدف التاريخي في الدقيقة 21 على الواك في نهائي الشامبيونز ليج في 11 والثاني عشر من نوفمبر 2011 في ستاد راتس لاستعادة ذكريات السلطنة الأفريقية والتمركز على العرش الأفريقي كرويا بعد 17 سنة من عام 94 يوم تاريخي آخر للترجيين 17 من ديسمبر يوم 3-1 على الزمالك القاهري. بينالتي بالناجي هو دوبلي بلها. كرة ترجع الفريق النيجيري خطيرة. التسديد بن شريفية مرة أخرى. بن شريفية يستاهل أن يكون رجل الشوط الثاني. رجل الفترة الأولى كان بدون منازع هاريسون عفول. ورجل الشوط الثاني كان بكل تأكيد في رأي معز بن شريفية. دقيقة 87 ترجي بدنيا تقريب وفيه جو يعني وفات الطاقة في هذا التوقيت 2-0 يلزم يجري الدقائق الأخيرة. كرة بالراس من الهجري أخرج يضغط عليه ما يوزعش. كرة تتوزع على القائم الثاني. الراسية الصعبة والكرة نيجيرية خطيرة جدا وكرة براوت. كرة كانت صعبة على مرمى الترجي الرياضي. بعض الهنات في الدفاع لا تحجب الإيجابيات في هذه المباراة ولكن لكل لقاء فما إيجابيات وسلبيات يقرأ المدرب والستاف وأيضا أنه تصلح الأخطاء وأنت رابح أحسن من أنك تعيش أخطاء وأنت مهزوم. إذا المباراة في طريق 2-0 فريق نيجيري كان ممكن في الدقائق الأخيرة يسجل هدف ولكن بن شريفية يتصدى بثبات وبنجاح. يضغط العياري يعني فاول بتاع ورقة زايدة من خالد. كرة ترجع مرة أخرى للفريق النيجيري. تمشي كرة على اليسار تعب دربالي وقف تماما. كرة ترجع مرة أخرى لذلك تخلى أيضا باش يعاون كوليبالي في الدفاع. هاريسون عفول وفي تماس في تماس للفريق النيجيري. دقيقة 88 و30 ثانية في هذا اللقاء دقيقة ونصف فقط تفصل الترجي الرياضي على الفوز التاريخي في نيجيريا وهو البلد رقم 19 في كؤوس افريقيا اللي يوصل فيه الترجي الانتصار خارج القواعد. إذا نيجيريا ستنضاف إلى قائمة 18 بلد سابق حقق فيه الترجي انتصار. ليبيا، موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، الكاب فير، أوغندا، الغابون، زيمبابوي، لا ريونيون، كامرون، النيجر، تشاد، موزمبيق، الجزائر، جنوب افريقيا، السنغال، زامبيا والسودان. العام الماضي كان فوز تاريخي على الهلال في السودان هدف المساكني. هو اليوم 2012 هدف تاريخي في نيجيريا. الترجي في نسخة معلول ونسخة كسر الأرقام القياسية أو القبض على كل الركور الممكن والمش ممكن. سنة دقيقة 90 الآن نقول مش ممكن يعود سانشاين ستارز. لذلك ألف مليون مبروك الانتصار الثاني في 24 ساعة الأندية التونسية اللي تفرض لونها وتفرض إيقاعها وتفرض اسمها وقوتها في السماء الماما أفريقيا. 1-0 للنجم في شلف و2-0 حاليا للترجي والثالث يا رب الثالث لا الكرة تضيع. كرة تضيع عن طريق يانيك نيانغ. 90 دقيقة بالضبط خلاص انتهى الوقت الأصلي للمباراة. مازالت دقيقتين ثلاثة الآن هذه آخر رحلة للترجي
إلى حدود الجولة الأخيرة السادسة في شلف ضد فريق أولمبي شلف الجزائري. الآن يبدأ للترجي مسلسل وحوارات متتالية في بلاده، ضد أولمبي شلف، ثم ضد النجم الساحلي في رادس، ثم في سوسة، ثم الجولة الخامسة استضافة للسانشاين ستارز في رادس. وبالتالي الترجي باش يلعب أربع مباريات على التوالي في تونس. كرة ستعود لفريق الترجي الرياضي في الوقت البديل. إذن عناصر المجموعة الأولى تبدأ في الاتضاح منذ اليوم الأول. الترجي والنجم هم أقوى فرق المجموعة بدون كلام. كرة تمشي طويلة كما ضاف الحكم، كرة من العياري، ترجع الكرة مرة أخرى للفريق النيجيري. دقيقة وقت بدل ضايع، كرة تعود من بن منصور في تماس. ترجي الشيء الإيجابي في هذه المباراة أنه قرا حساباته وقرا حسابات التراجع البدني في العشرين 25 دقيقة الأخرى من وقت الماتش، ولذلك خلص أموره وحقق انتصاره في الشوط الأول. ترجع كرة للدفاع النيجيري. إذا موعدنا 20 جويلية القادم، ترجي والشلف. كرة تمشي للفريق النيجيري، دقيقتين تقريبا في الوقت البديل. لو تزيدهم أسبوع وثمانية أيام، سبع ليالي وثمانية أيام ما يرجعوش. لذلك انهيها يا بكاري. ها هو الدليل من التسديدة. أي كلام من دايوجو. دايوجو يسدد كرة أخيرة في المباراة. سانشاين ستارز نقول له حظ أوفر لممثله في الاستوديو إيمانويل أمونيكي، وأبارك لكل عشاق القلعة، قلعة الأحمر الأصفر، هذا الانتصار في نيجيريا. زفر يا الجامبي. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان بالتماس. ترجع الكرة على خطوط الدفاع للترجي الرياضي في منتصف الملعب عن طريق وجو. كرة تتهيأ مرة أخرى من اليسار. هجمات فريق السانشاين كانت كلها من اليسار في الشوط الثاني، ومرة أخرى يتميز الحارس الكبير مهز بن شريفية 21 سنة ويحصل خطا فريق الترجي الرياضي. قاسما في لحظات سيوني تفاصيل هذا اللقاء. المستوى الفني لحد الآن جيد مقبول في اليوم الأول للشامبيونز ليج الإفريقي. أجمل مباراة وأقوى مباراة كانت تشيلسي الغاني ضد الزمالك المصري. الشوط الأول للشلف والإطوال مكان السيء. اليوم الترجي أيضا يعني بالضربة القاضية بلغة الملاكمة كان أقوى من المنافس، واللقاء القادم هو في رأيي سيكون الأصعب وسيكون الأقوى. لقاء الأهلي ومازيمبي، تابعوه ما تنسوهش في الساعة السابعة والنصف إن لم تخني الذاكرة بتوقيت القاهرة، يعني بعد ساعة ونصف من الآن تقريب. كرة ترجع للفريق النيجيري. كرة ترجع نيجيرية، يلا اثنين بلاش اثنين بلاش ما يسجلش. كرة ترجع للفريق التونسي كوليبالي، والحكم يرجع الخطأ. كان ممكن كرة مع الفريق النيجيري يعطيهم الأولوية. كرة ستعود للاعب 19 بوبو أزوكا، ولكن بوبو نيانج هو اللي سجل الهدف الثاني، الهدف اللي اقتل المباراة واللي خلاص وثق على انتصار الدولة الترجية هنا في ملاعب نيجيريا. كرة أخيرة للفريق النيجيري، حبوها 2-0. التسديدة الأخيرة، هو الكرة تمشي برا أوتو كما حبينا وحبيتو. بعد أربع دقائق وقت بدل ضايع، الحكم الجامبي بكاري قاسما يزفر نهاية ماتش ستاد جيت واي في مدينة إيجي بو أودي على انتصار تونسي للترجي 2-0. هدف أول من يوسف المساكني، والهدف الثاني القاتل من السفاح الكاميروني يانيك جوزيف إنيانغ. مبروك للترجي الرياضي، مبروك الانتصار الأول، انتصار الواقعية، انتصار التفوق الفني والتكتيكي والبدني والذهني واللي تحب، التفوق التاريخي أيضا، وأيضا جرأة مدرب لعب خارج الديار في نيجيريا مع منافس مجهول ومغمور بالنسبة له. 4-3-3 يعني شعار هجومي مطلق من كتيبة معلول. الترجي الرياضي يحقق أغلى النقاط خارج الديار ويكسب الرهان في يوم كسر الأرقام، الفوز التاسع خارج القواعد، ريكور في الشامبيونز ليج. الأهلي عنده 8 ثم